السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من دكنس العاصمة نحييكم، من أم الدنيا نحييكم، من مركز تدريب يلا موبايل نحييكم، منورينا أحلى شباب، أحلى سهرة، سهرة السبت. والنهاردة الحديث عن مشكلة العصر أو أزمة العصر، الأندرويد، أجهزة الأندرويد وصيانة أجهزة الأندرويد. هنجاوب معاكم على استفسارات كتير وعلى مشاكل كتير من اللي بتقابلنا في الأجهزة الأندرويد، وإزاي تقدر إن أنت تظبط أمورك في صيانة الأجهزة الأندرويد واحدة بواحدة. هنستنى بس ما الناس تبدأ تشارك معنا كده في البث واحدة بواحدة، وضيوفنا الكرام يبدأوا يحضرهم، وهنبدأ نتناقش مع بعض. أحمد الربيع بيقول لي منور حبيبي يا أبو حميد بنورك. مالك من الجزائر، حبيبي حبيبي يا عم مالك، يا صباح العسل. عبد القادر أبو المعتصم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد بيقول لي ليه النت ضعيف في الوطن العربي بلبنان؟ والله دي مشكلة عندكم في لبنان، مش مشكلة عندنا في مصر، والعلم هو عندي في مصر برضو النت مش حلو يعني ولا حاجة. إما على اليوتيوب بيقول لنا منور الدنيا ما شاء الله، حبيبي بنورك يا حبيب قلبي. ميشو بيقول لي منور يا أبو يحيى حبيبي هندسة، صباحك عسل عم ميشو. محمد احمد مساء الخير هندسه، كل بس في انتظارك حبيبي يا محمد، منورنا يا محمد. نفسي ادخل دوره معاك بس بلبنان، انا بدي هقول لك فلوس دولار بيسرقون، مش فاهمك الصراحه بس مش مشكله على راسي. العلوي عمر حبيب قلبي، العلوي موريتانيا واحسن ناس في موريتانيا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الغيث صوفت حبيبي يا غيث، منورين يا شباب، شباب على اليوتيوب ما شاء الله يعني. فوتا فوتا ليبيا احسن ناس من ليبيا، مبسوط معانا مبسوط معاكم فوتا حبيبي يا فوتا. انس السرحان حبيبي انس صباحك عسل. يحيى بيقول لك منور يا بابا، ماشي حاضر حبيبي حبيبي حبيبي. ابو رشدي من المنزله، يا اخي والله بقيت بستناك زي الاهلي حبيبي ابو رشدي. صحيح مع الاحترام بقى ومع الاعتذار للاخوه المغاربه اللي معانا كلهم على اللايف، احنا حطينا عليكم امبارح يا معلم، يعني الاخوه المغاربه اللي معانا على اللايف انتوا اتحط عليكم امبارح حطه وحشه قوي 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 قوي، ويعني لو كان المدرب بتاعنا كان قسى عليكم شويه كان الموضوع هيبقى صعب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في دماغكم ايه قبل ما نبدا نستقبل الضيف بتاعنا؟ الناس في دماغها ايه بالنسبه لاجهزه الاندرويد؟ ايه مشاكلك مع الاندرويد؟ ايه مشاكلك في صيانه الاندرويد؟ هو الضيف بتاعنا حاضر موجود معانا دلوقتي، بس انا هدخله لما اسمع من الناس مشاكلها مع الاجهزه الاندرويد. عايز اسمع الاول من الناس مشاكلها ايه مع الاجهزه الاندرويد. ها يلا واحده بواحده كده بقى، عايز اشوف الكومنتات الناس بتشتكي من ايه في الاجهزه الاندرويد. ها نرحب بالضيف بتاعنا. قلة القطع، عمر العلوي من موريتانيا بيقول لي قلة القطع. طيب ترحبوا معايا في الضيف بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بطل في السقف اهوت، شفتوا جده كده اللي كان في المسرحيه حبيبي. ازيك يا هندسه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس احمد؟ ازيك يا هندسه حبيبي، اخبارك ايه؟ انا عرفت المشكله فين، انا عرفت المشكله فين. المشكله كانت فين؟ المشكله ان انت لازم تكون اوريدي بدات عشان انا اقدر اعمل اكسس للملحقات كلها. والله العظيم فمجرد ما جربت بعد انت ما بدات على طول لقيت الموضوع شغال بشكل طبيعي يعني. صاحب الام اي بي اي، واحد سايب لك كومنت اهوت هندسه وبيقول لك اهلا بصاحب الام اي بي اي، الراجل اللي عمل ضجه جامده اليومين اللي فاتوا دول. تمام، هستأذنك يا باشمهندس احمد تشير الفيديو على صفحتك عشان متابعينك يعرفوا ان انت معانا. ايه حاضر، هستأذنك يا باشمهندس احمد تشير الفيديو معاك على صفحتك عشان متابعينك يعرفوا ان انت معانا على اللايف. طبعا الباشمهندس علي عبد الفتاح بدا يدخل معانا، اللي انا ما اقدرش استغنى عنه نهائيا حبيبي احلى شباب واحلى رجاله، بارك الله فيكم يا رب. عامل ايه يا ابو حميد؟ عامل ايه يا ابو حميد او عمور؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه جميل؟ الله يخليك حبيبي يا باشمهندس، منورين منورين حبيبي حبيبي. الناس بترحب بالباشمهندس احمد، واحد بيقول لك العميد احلى عميد هندسه في العالم. احلى عميد يا باشا، حبيبي يا عم، حبيبي يا ابو حميد. الناس بترحب بيك يا عم احمد اهيت.
في واحد بيقول لك منور منور الدنيا هندسه احمد عبد الوهاب الراجل المحترم محمود سامي الله يخليك. لا ما شاء الله مجهود باشمهندس احمد مميز جدا وما شاء الله عليه بصراحه. لا في اللي كده انا ما ايه وعامل ضجه كبيره اليومين اللي فاتوا يا علي. لا لا ما شاء الله عليه اللهم بارك. لا لا ما شاء الله عليه بصراحه ولا ترفع بعالك ولا تنزل بعالك ولا اي وجع دماغ بقى يقطع علينا ينفع الكلام ده بعالك بتاعك خلاص يا علي. لا 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 بس بس في حاجه هندسه حبيبي قول قول هندسه. والله الموضوع ما كانش بدايته كده يا عم. انا عارف انا بهزر انا بهزر انا بهزر بهزر والله بهزر. لا العكس يا مصطفى. انا ما عنديش مشكله ما عنديش مشكله في رفع المعالج ولا مشكله في الحفر. هي المشكله ان اول جهاز جالي فيه المشكله ما كانش الخط فاصل من المعالج. الخط كان جايب ممانعه 60. انا فاكر اه كنت انت قلت اه حرفيا ان انا ارفع واحفر ووصلت لايه يعني واخد رفض مع فنيات استطيع الحفر ورفع المعالج. لا سويد ينفع ولا رفع المعالج ينفع ولا حفر صحيح ينفع. صحيح في ليكج في الموضوع في الخط مشاكل في اتصال ولكن في مشكله. حاول تقرب الميكروفون منك شويه يا احمد عشان صوتك واطي شويه. حاول تقرب منك الميكروفون يا هندسه عشان صوتك واطي شويه. احط لك اوريكم هاند فري عشان اسمعك بصوت واضح شويه. ايوه 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 الله ينور كده. اعتقد ان انت سامعني كويس جدا. تمام الله يبارك لك. تمام. الله يبارك لك كده الصوت اتش دي يا باشا. ظبط بقى الكاميرا حامل كده كاميرا ثابته كده على حامل عشان ايه الصوره ما تتهزش قدام الناس. انا مش عايز اعوج بقى الصوره عشان ما يبقاش الموبايل في الروتيت. ما اعرفش البرنامج هيقدر يفهم معايا الموضوع. هيفهم هيفهم ان شاء الله. يا باشا منور. ها جميل منور نورت. ايوه ده عايز الفل. في ناس بدات على الرابط يا باشمهندس عمر. الاول يا شباب انا يعني مقسم لكم النهارده الحوار مع الباشمهندس احمد عبد الوهاب عده اشياء. اول شيء نص ساعه مع المهندسين. يعني ايه نص ساعه مع المهندسين؟ يعني هنبدا انا والباشمهندس علي نتحاور مع الباشمهندس احمد الاول في عده اشياء. احنا من وجهه نظرنا شايفينها بالنسبه للناس صعبه شويه في صيانه الاندرويد. وصلت الفكره؟ هو الاستاذ احمد هيبدا يقول لنا الخطوات اللي هو بيعملها في صيانه الاندرويد وازاي ان هو بيحاول يعمل طفره او نقله نوعيه في المجال في شغل صيانه الاندرويد. تمام. فاحنا في الاول هنقعد نص ساعه كده مع الباشمهندس احمد ندردش معاه. بعد كده هنتيح المجال للناس المتابعين لينا يدخلهم ويسالوا الباشمهندس احمد اسئله مباشره. تمام. مبدئيا يا شباب هندسه باشمهندس احمد اتفضل. معاك بظبط لك الكلام كله اهو معاك. نص ساعه كده عشان تبقى نص ساعه زي الفل. ايوه تمام كده. صباحك عسل. صباحك عسل. تمام. دلوقتي في ناس كتير بتخاف من الاجهزه الاندرويد بعد ما بقى يعني في دورات احترافيه كتير في السوق وناس كتير بتتعلم صيانه وكلام جميل من ده. في ناس بتخاف من الشغل في الاجهزه الاندرويد لان المخططات او الدناجل ما بتدعموش بالشكل الكويس. وصلت الفكره؟ انت ترد على الناس. تمام. دي كلها ايه؟ وصل. انت بتتخطى العقبه دي ازاي؟ العقبه بتاعت نقوله ايه الامكانيات اثناء عمليه الصيانه في الاندرويد. هو هيحس ان الامكانيات دي ضعيفه. يعني هو حاسس. تمام. ان هو مش عايز يدخل في الاندرويد عشان الامكانيات ضعيفه. طيب. تمام. احنا ممكن نزلل العقبه بطريقه معينه اللي هو هي ايه الامكانيات اصلا المتوفره في الاجهزه الثانيه. المتوفر في الايفون. فمثلا. تمام. الايفون عامل لك لاي اوت ولكن لي اوت بدون فهم المخطط. خلينا كلنا متفقين ان هو كده بيبعد عن فن الصيانه اصلا. هو عايز يعرف مين رايح فين. يبقى. تمام. لو بيعرف يقرا مخطط في ايفون يبقى ان شاء الله ما فيش اي عقبه في الاندرويد. ليه؟ لان احنا في الاندرويد بنشتغل مع الاي سي. فانا مثلا عايز ارفع اي سي باور في جهاز هواوي اها في الاندرويد مع الاي سي مش. تمام. مع نوع الموبايل. فانا مثلا على سبيل المثال عايز ارفع اي سي او عندي مشكله في اي سي في جهاز هواوي وما عنديش للجهاز ده مخطط اساسا. انا بتعلم ازاي ارفع ممانعه تحت الاي سي وانا ما عنديش مخطط. ازاي؟ ان انا بجيب رقم الاي سي وبشوف اي جهاز اندرويد تاني من الاجهزه اللي مدعومه ليه مخطط. وبما ان نفس الاي سي هين راكبين في الجهازين وجهاز منهم عنده مخطط يبقى لو انا قدرت ارقم الاي سي اللي عندي في البورده اللي ملهاش مخطط اقدر ارفع ممانعه لنقاط الاي سي اللي ملوش مخطط
اعتمادا على ارقام وترقيم الاي سي في المخطط للجهاز اللي ليه مخطط. تمام. طب خلينا نقطع الاي سي، خليني اقطع مع شاومي، خليني اقطع كلامك بس عشان المفهوم ما يروحش من الناس. باشمهندس احمد قال لنا مثلا العقبه اللي بتقابل الناس هي عدم وجود مخططات بالشكل الكافي في الاجهزه الاندرويد، دي عقبه بتقابل الناس. فالباشمهندس احمد قصده يقول ايه؟ قصده يقول ان انت لو عندك جهاز مثلا هواوي اندرويد عندك مشكله في اي سي الباور مثلا، انت كفحص وقياس اتعلمت ازاي توصل ان المشكله في اي سي الباور. طيب سيادتك اتعلمت ان المشكله دلوقتي في اي سي الباور في الجهاز الهواوي اللي هو ملوش مخطط، طب انت عاوز تقيس ممانعات تحت الاي سي ده، هتيجي تقيس ممانعات انت محتاج ترقم الاي سي عشان تبدا تعد الرجول بتاعتك بالتفصيل اللي منه. باشمهندس احمد قال لك ايه؟ قال لك انت ممكن تاخد رقم الاي سي ذات نفسه او الكلام اللي مكتوب على الاي سي، تروح تشوف البديل بتاعه في اي جهاز تاني اندرويد وليكن اوبو او شاومي او 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 مدعوم المخطط بتاعه، ساعتها غالبا ترقيم اي سي الباور ده هيبقى هو هو ترقيم اي سي الباور ده بما انه هو هو نفس الاي سي، وبناء عليه هتقدر تقيس ممانعاتك وتقدر تقارن اللي موجود هنا في هواوي باللي موجود في الشاومي او في الاوبو او في سامسونج او ايا كان الموديل التاني. مش ده الكلام اللي حضرتك كنت عايز تقوله؟ بالظبط. يبقى احنا كده شغالين مع الاي سي والدايره مش مع نوع الجهاز. مظبوط. تمام. وبالتالي تمام. هتلاقي طيب. الموضوع بعد نكمل. فتره زمنيه بسيطه هتلاقي الموضوع بعد فتره زمنيه وبسيطه بدا يتكرر معاك. فمثلا لو خدنا اي سي بسيط زي اي سي البي كيو اللي انا اتكلمت عنه كتير واللي منتشر كشحن في اجهزه كتير من الاجهزه الصينيه الاندرويد، تمام. دلوقتي انت تقدر توصل مثلا لاي سي زي ده، خلاص انت عرفت ان ده بي كيو. تمام كده. انا الصوت بيقطع شويه، ثواني كده بس اشوف مشكله الانترنت دي من عندي ولا ثواني. تقريبا يعني. من عندك ما عملش اي حاجه. اتفضل. عمل هندسه حبيب قلبي يا باشمهندس. عايزين ننزل لك اسكندريه هندسه. كل لما انزل كل لما انزل يحصل حاجه ينشغل في دوره يعني، بس ان شاء الله اجي لكم قريب اكيد، اعدي على الرجاله كلها ان شاء الله. انت تبقى اول واحد باذن الله. ان شاء الله بعون الله. تشرفني يا باشمهندس علي. تشرفني حبيبي. حبيبي حبيبي. اخبار الشغل المشاكل بتاعت المشكله الانترنت من عندك انت؟ لا هي اتظبطت لما انت قلت الراوتر بقى. تمام كمل يا. فمثلا هنوصل لمرحله مثلا زي اي سي هات الشحن، هتكتشف ان الاندرويد كله برضو بيلعب في اربع اي سيات ولا ثلاث اي سيات. فدلوقتي مثلا اي سي زي البي كيو دوت انت تقدر ترفع له ممانعه وترفع له فولتيه على جهاز سليم، بعد كده اي جهاز تاني عندك مخطط ما عندكش مخطط انت بتنزل ترفع ممانعه وترفع فولتيه تتاكد ولا ايه فيه ولا لا. خلاص. حتى لو جهاز ليه مخطط ما بقتش افتحه، 24 رجل الاي سي اطرافهم خارجيين، عندي منهم 2 نوت كونكتد و2 ارضي، عندي منهم 4 عليهم 5 فولت و6 عليهم فولت بطاريه، واحد على قيمه تجزئه جهد. بمجرد ما برفع ممانعات النقط دي وبمجرد ما برفع فولتياتها بكرر على طول هو لعيب اي سي ولا مش اي سي، حتى المخطط ما فتحتوش مع انه متواجد. ليه؟ من كتر ما الاي سي ده تكرر في اجهزه واضطريت ان انا اروح لمخططات تانيه اشوف ممانعاته ايه، فحبيت احطه كقاعده. فاللي هيبص للاندرويد على انه في يوم من الايام هو اللي هيقدر يجمع الامكانيات بنفسه، هيقدر يجمع الامكانيات بنفسه وهيبقى الشغل معاه سهل جدا. يعني انت تقصد بمنتهى البساطه يا باشمهندس احمد ان اهم خطوه للفن اللي عايز يشتغل في الاندرويد ان هو يبدا يجمع داتا لكل جهاز يدخله، على قد ما يقدر، على الاقل كل دايره تدخله، على الاقل كل دايره تدخل. طيب ايه الداتا المهمه؟ يعني ايه المهمه مثلا؟ انا جالي جهاز، انا استلمت جهاز مثلا وليكن اوبو رينو 4 اهوت وعايز يغير شاشه، ابدا ايه المتاح قدامي؟ ايه الداتا اللي انا اقدر اجمعها له في الاول؟ تمام. إيه خلينا كده الاول، احنا مش عايزين نبقى سوبر فني، احنا عايزين نبقى فني. فني يعني بقدر انزل المحل اكل عيش ساعتي بفلوس، بقدر اكسب كويس، فاتح بيت كويس، يبقى انا مش عايز ابقى سوبر فني. فمش عايز اعرف ما وراء تصنيع الداتا شيت، انا عايز اعرف اصلح التليفون. يبقى اشتغل بدايه على الدوائر بتاعه دوائر اكل العيش. اول دايره اكل عيش في الموبايل، او اول دايره اكل عيش في الموبايل دايره الشحن. دايره الشحن دي اكتر دايره مستهلكه، اكتر دايره مستهلكه من العميل. كل تمام. عميل بيحط الجهاز في الشحن مرتين. تمام. اول تلف ليك كونكتور شحن. طب لو غيرت كونكتور وما تصلحتش الدايره، يبقى انت اول دايره بيحصل فيها مشاكل دايره الشحن.
نتيجه استخدامها بشكل كبير ونتيجه ان معظم الملحقات اللي موجوده في السوق رديئه جدا. فيا الشاحن بيضرب في التليفون يا العميل من كتر ما شحن وشواحن مختلفه بتتلف منه الدايره دي اسمها تمام. دايره اكل عيش. يعني دايره الشحن انت بتسميها دايره اكل عيش. داتا الشحن اول حاجه داتا الشحن زي ايه بقى يعني انت بتجمع ايه هندسه؟ يعني انت لما بيدخل لك جهاز بتجمع ايه الداتا او ايه البيانات المخصوصه في دايره الشحن اللي انت بتجري عليها تجمعها؟ انا افترض ان الجهاز داخل كونكتور يعني موضوع سهل جدا تمام يغير كونكتور شحن بس الجهاز ملوش مخطط بس الجهاز ملوش مخطط حلو كونكتور شحن خلاص هو غير كونكتور شحن بالظبط وهو خلاص غير كونكتور شحن وهياخد المبلغ بتاعه وخلاص الجهاز قاعد معاه كمان ساعتين ثلاثه وهو مثلا فاضي شويه فعايز يجمع من الجهاز ده داتا تخص دايره الشحن اول حاجه هيجمعها خالص ان هو هيرفع ممانعات وتشريح لنفسه للكونكتور دوت عشان لو دخل له نفس الجهاز وكان عنده قطع او عنده شورت في احد اطراف الكونكتور سواء في باس او داتا بلاس او داتا ماينس او اي دي يبقى هو بسهوله عمل لنفسه التشريح اللي مش بيلاقيه على الانترنت ده تمام. اول نقطه تمام حب يتعمق اكتر والجهاز قاعد معاه فتره اطول في الورشه يقدر يوصل تمام. الشاحن ويتتبع مسار الخمسة فولت حتى يصل الى داخل اي سي الشحن يعني انت يعني يوصل شاحن ويقيس الجهود لحد داخل اي سي الشحن لحد ما يوصل لداخل اي سي الشحن لانه بالخمسة فولت هيقدر يوصل لداخل اي سي الشحن يعني نقدر نقول ان الداتا اللي حضرتك بتجمعها مبدئيا اول حاجه ممانعات على الكونكتور تاني شيء بتتبع المسارات وبترسمها لنفسك ورقه وقلم تالت شيء بتبدا تتبع الجهود على الفولتين دي يعني انت بتبداها ممانعات يعني وصلت انا بقى تتبع المسارات ثم الجهود وكل ده انت بترصه جنبك في ورقه وقلم تمام او على طول على بصوره على الموبايل وتشريح على الموبايل بشكل مستمر. طيب خلصت انا وصلت ان الخمسة فولت بقوا فولتج ان بالنسبه لاي سي الشحن. جميل. اي سي الشحن ده عليه رقم الرقم ده انا لو بحثت بيه على جوجل هيقول لي موجود هنا وهنا 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 وهيديني 7-8 اجهزه هاخد السبع ثمان اجهزه دول وادور في المخططات اللي املكها لو لقيت مخطط واحد داخل جواه اي سي الشحن ده يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل لنفسي بلوك دايجرام ومخطط ولي اوت للاي سي دوت. ما شاء الله ما شاء الله. يعني مبدئيا كده يا باشمهندس احمد انت تنصح الفني انت تنصح الفني اللي حابب ياكل عيش زي ما انت بتقول يبدا لما يدخل له جهاز مثلا يغير شاشه وحابب يجمع منه داتا او بيانات عشان لو احتاجها مستقبلا بعد كده تمام. اول دايره بيبدا بدوائر اكل العيش قلنا هي دوائر اكل العيش اول دايره دايره الشحن تمام. يبدا ممانعات على الكونكتور تمام تتبع المسارات بتاعه الرجول اللي على الكونكتور يشوفها واصله لحد فين ويشوف المكونات اللي مكتوب عليها ويبدا يرسم المسارات دي بورقه وقلم جنبه. بعد ما يتتبع المسارات يبدا يتتبع جهد الشحن ويشوفه رايح لانهي اي سي ويبقى هو ده اي سي الشحن. بعد كده ياخد رقم اي سي الشحن ده ويدخل بيه على جوجل يشوف الاي سي ده موجود في اجهزه ايه يدور على جهاز من الاجهزه ديت يشوف له مخطط ولا لا. لو لقى مخطط واحد لاي جهاز راكب عليه اي سي الشحن ده هيقدر يرسم بلوك دايجرام للدايره وبناء عليه هو كده جمع كل التفاصيل الممكنه عن دايره الشحن الخاصه بالجهاز ده والخاصه بالاي سي ده ايا كان الموديل بتاع الجهاز اللي هو راكب فيه. مش ده الكلام اللي حضرتك عايز تقوله؟ كلام مظبوط. جميل جدا. كلام زي الفل. طيب سؤال تاني بقى يا باشمهندس احمد تمام؟ تاني اتفضل او كمل الاول انت لو عايز تضيف شيء ضيفه هنا الاول. تاني دايره الاكل العيش دايره الاضاءه لان انا لما بشتغل فاست بشتغل سوكت شحن نفعت معايا تمام ما نفعتش انا داخل في دايره شحن. انما انا لما يجي لي التليفون وقع والشاشه اتكسرت الطبيعي ان انا اروح اغير شاشه اول مفاجاه هقابلها كفني ان الشاشه اللي انا حطيتها الجديده ما بتنورش نتيجه اضطراب دايره الاضاءه من الخبطه اللي اخذها الجهاز كسرت الشاشه وعملت مشكله في دايره الاضاءه. فانا كده لو ما صلحتش دايره الاضاءه مش هاكل عيش في الشاشه. جميل جدا جميل جدا جميل جدا. يعني انا بنفس بقى تتبع دايره الاضاءه بنفس التفاصيل اللي اتفقنا عليها في دايره الشحن بدايه من اول الممانعات على الكونكتور بعد كده المسارات لحد الاي سي
بعد كده الفولتيات، بعد كده اخد رقم الاي سي وادور بيه على النت، اشوف مخطط من مخططات الدعم للاي سي ده، ويبقى انا كده رسمت بلوك دايجرام او لي اوت للدايره ديت من الف للياء موجود عندي. لو دخل اي اي سي تاني مشابه لي اضاءه او اي عطل اضاءه في جهاز تاني بنفس الاي سي، يبقى انا كده قدرت اتبع الخطوات بتاعتي من الف للياء، وبقى عندي ورقه وقلم محطوطين في الدرج متضاف فيهم بيانات انا هحتاجها قدام. يعني النجاح في صيانه الاندرويد نقدر نختزله في جمله واحده اسمها جمع داتا. جمع ايه؟ داتا، صح؟ الداتا ياخد طريقه تجميع الداتا. مش بس كده، بس هو كده بيجمع الداتا عشان هو شايف ان مفيش امكانيات ومش هينفق ماديات لحد دلوقتي، وما دفعش فلوس، هو دفع وقته ومجهود بس. يعني هو كل ده من اجل توفير الماده، وفي امكانيات تانية موجوده ماديه، ولكن اذا ما كنتش انت عايز تدفع فلوس ماديا تقدر ان انت تجمع بدماغك، تقدر ان انت تبذل وقت ومجهود وتجتهد وتجمع لنفسك برضو داتا. تمام. ايه النقطه الثالثه؟ ان هو يدخل على تختصر موضوع تجمع الداتا. يا احمد ايه الامكانيات الماديه اللي ممكن تختصر موضوع جمع الداتا؟ هنقول الامكانيات، ولكن بس هقول حاجه صغيره قد كده، اللي هي الدايره الثالثه لاكل العيش، هي دايره الباور. ودايره الباور يجمع لها داتا عشان يقدر يجمع لها داتا. اولا يفهم دايره الباور شغاله ازاي، وبعد كده ياخد قرار معين. ايه القرار دوت؟ ما يرفعش اي اي سي من الجهاز الا لما يحط الجهاز على الباور سبلاي. انا ما برفعش حتى لو الجهاز لا يشمل دايره الباور ولا يمسها من قريب ولا من بعيد، وعارف انه ما يفصلش الجهاز باور، برضو خدت قرار ان انا ما برفعش اي سي من جهاز في اي عطل في اي دايره الا لما اشوف السحب على الباور سبلاي من غير الاي سي. اي وصلت دلوقتي لمرحله ان انا بيدخل لي الجهاز بحطه بشوف السحبه، بقول السحبه دي انا بشوفها لما برفع اي سي كذا. جميل جدا، جميل جدا. يعني انت دايما يا باشمهندس احمد اي جهاز بيدخل دايره الباور اتفضل، انت دايما اي جهاز بيدخل لك لازم الاول بتشوف السحبه على الباور سبلاي قبل رفع الاي سي وبعد رفع الاي سي، ايا كان، حتى لو الاي سي ما بيأثرش في ان الجهاز يقوم باور. بالظبط. تمام تمام يا باشمهندس، خلاص اتعودت على كده، واخدها قاعده في الورشه. لا تمام. يمكن لا يمكن وضع اي سي تم رفعه او تبديله الا بوضع الجهاز على الباور سبلاي اولا وتسجيل السحبه. وبتكتب السحابات دي بالورقه والقلم عندك في دفتر او في كشكول او على الكمبيوتر في المكان الخاص بالجهاز ده. وإذا ما كانش ليها علاقة بدائرة الباور خلاص أنا فاهم ولكني تعودت، وإذا كان ليها علاقة بدائرة الباور أقول أيوه، يبقى لما تشال الأي سي ده السحبة تحولت لكذا. ومن هنا بيقدر الفني يعرف مين أجهزة السامسونج اللي أي سي الباور المساعد بتاعها بيفصل الجهاز باور ومين لأ. ولما أي سي الباور المساعد بيفصل الجهاز باور بيكون السحبة إيه؟ هل ضعيفة ولا لحظي ولا مش موجودة أصلاً ولا عدم السحب النهائي؟ ما الناس كلها بتسأل بيقول إيه؟ إمتى أي سي، إمتى أي سي الباور المساعد يفصل الجهاز باور وإمتى لأ؟ انا ما اقدرش اجاوبك، انا ما اقدرش اجاوبك الا بقاعده واحده بس، ان انا ما برفعش اي سي باور مساعد في اي جهاز الا لما بحطه على الباور سبلاي. فيكتشف في جي 5 ما يفصلش الجهاز باور، يكتشف في جي 7 يفصل الجهاز باور بس يسحب لحد مثلا 150 ملي امبير ويثبت عليهم، يكتشف في جي 250 ان الجهاز لا يسحب نهائي كان زرار الباور بايظ. تمام. هنا الثلاثه اي سي باور مساعد. انا عرفت منين؟ انا عرفت من سحبه الباور سبلاي بعد رفع الاي سي. يعني انت بتسحب السحبه بالورقه والقلم قبل رفع الاي سي، والسحبه بالورقه والقلم بعد رفع الاي سي. اذا كان الاي سي يؤثر في دايره الباور، فاعلم ان في يوم من الايام لو في تلف في الاي سي دوت هيخش لك الجهاز بالسحبه دي. تمام. الله ينور، الله ينور، الله ينور عليك يا باشمهندس احمد. ويعني ما شاء الله معلومات قيمه جدا 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 حبيب. واسلوب لذيذ في تحديد الاطار في الاندرويد، لان زي ما احنا عارفين وزي ما الناس اشتكت في بدايه الحلقه قال لك انا عندي مشكله مع الاندرويد في المخطط، ان الاندرويد مش مدعوم، الاندرويد موديلات كتير، اشتغل ازاي؟ فانت صراحه بسطت الناس للامور. النص ساعه اللي فاتت ديت يعني كانت لذيذه جدا 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 جدا. ايه ده جري نص ساعه كده وقتي؟ الوقت الحلو بسرعه يا عم علي بامانه. هو ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. يعني باشمهندس احمد بسط الامور في الاندرويد بطريقه لذيذه قوي قوي قوي.
اي حد عاوز يشتغل اندرويد تعالى يا باشا انا هوريك الطريق اهو. طيب وانت بتتكلم في عمليه جمع الداتا يا باشمهندس احمد قلت ان في وسائل مدفوعه ممكن تستغنى بيها عن المجهود ده في جمع الداتا. ايه الوسائل المدفوعه ديت؟ هستاذنك هتجيب السؤال ده اول ما اجيب ورقه وقلم لان في ناس هنا بتسال اسئله وفي ناس بتزعل ان ما يتردش على الاسئله بتاعتها فاجيب ورقه وقلم عشان اكتب الاسئله دي. يلا تمام. الوسائل المدفوعه يا جميل. الوسائل المدفوعه ممكن تشوف اللايف على تليفونك. ممكن تشوف اللايف على تليفونك. اقول لك حالا بص كابيتال اي كابيتال معاك يا هندسه. معاك يا هندسه. ايه الوسائل المدفوعه اللي تغنينا عن عمليه جمع الداتا؟ معاك يا هندسه. ايه الوسائل المدفوعه اللي تغنينا عن عمليه المواقع المدفوعه؟ تمام. نقدر نقول حاجه المواقع المدفوعه زي ايه؟ من ابرز المواقع المواقع مواقع ابرز المواقع دي اللي شغاله كويس جدا موقع موبايل وان تك وموقع حلب تك. موبايل وان تك وموقع حلب تك باستمرار. تمام. مش منافسين ولكن مكملين لبعض الاثنين. مكملين يعني انت تنصح اي فني مش بلاقيه هنا بلاقيه هنا ولا مش بلاقيه هنا بلاقيه هنا. يعني انت تنصح اي فن هيشتغل صيانه حلب تك يكمل نفسه بالموقعين بتاع موبايل وان تك وحلب تك صح؟ لسبب مهم جدا. لسبب مهم جدا غير ان الناس شغاله على نفسها وغير ان كميه المخططات كتير في امكانيه للداونلود فانت اللي بتلاقيه بتنزله على جهازك فكده بقى ملكك فكده هينفع تدور على الجهاز اللي انت واقف قدام الاي سي بتاعه ومفيش مخطط في المخططات اللي عندك فانت كده بتجمع داتا مخططات لنفسك. جميل جدا جميل جدا. دي اول نقطة. تمام. النقطة الثانية البرامج او الدنجولات. انت بتميز انهي برامج او دناجل يعني دناجل المخططات او البرامج دناجل. بصراحة الفترة اللي فاتت انا درست الفترة اللي فاتت تقريبا كل اللي كان بيتقال عليه على الانترنت وانا فعلا وصلت لان دي زد كي جي يعتبر ابرز دنجل احترافي للاندرويد. دي زد كي جي DZKJ هو افضل دونجل احترافي الاندرويد. اكتبها لكم في كومنت اهوت DZKJ وكل حاجه طبعا ليها السبب يا باشمهندس عمر. هو افضل دونجل احترافي للاندرويد عشان في ناس هتسال اسمه ايه تاني على مسؤوليه احمد عبد الوهاب الدي زد دي زد كي جي او كي جي هو افضل دنجل احترافي للاندرويد. طيب بعمل مراجعه للدناجل دي كلها الفتره الجايه نزلها الاسبوع الجاي ان شاء الله كل الدناجل ان شاء الله. حبيبي هندسه حبيبي البورنيو اللي لسه نازل جديد انا شايف ان هم بيقدموا البورنيو اللي هو لسه نازل جديد بتاع الراجل الاندونيسي ده انا شايف ان هم بيقدموا محتوى كويس جدا يا احمد. جميل جميل هو محترم محترم ولكن انت لما بتقول افضل يبقى لازم يكون عندك حجه او سبب. الحجه او السبب متمثله في ايه؟ كل الدناجل حاطه مخططات وكلها متساويه مع بعضها في كميه المخططات اللي هي حطاها. تمام. كل واحد بيتميز عن التاني انه بيقدم لك خدمه زياده على المخطط. فالخدمه اللي هي زياده على المخطط دي انا بحط نفسي في نقطه معينه هو انا اقدر اعملها كشخص ولا ما اقدرش اعملها. ففي احد الدنجولات بيعمل ايه؟ بيعمل لك تشريح تمام. من المخطط يعني تمام. تتبع لمسارات المخطط على صوره من البورده ده انا كفني اقدر اعمله ما انا بعمل بلوك دايجرام من المخطط انما اللي يحط لي لي اوت اللي اوت ده لغه برمجيه وبعدين تمام. التشريح هيشمل الجهاز جزء من دوائر الجهاز لان هي تعتبر بالنسبه لنا سوليوشن لبعض المشاكل اما اللي اوت مش هيسيب مكثف في الجهاز ما يقولش بتاع ايه. جميل جدا. مهمه جدا اللي اوت يعني هيضم معاك فولتيات الجهاز كلها. جميل جدا. يعني طب مين اللي بيدعم السوليوشن بالنسبه لك ممكن يجمع لك الكاميرا. طب مين اللي بيدعم مرعاه اكتر يا احمد في جهاز واحد
مين اللي بيدعم ممانعات اكتر يعني؟ ممانعات احنا ما بنعتمدش لا قصه الممانعه ايه؟ قصه الممانعه واحد رافع لي ممانعه حلو لازم نثق في كده، مفيش شركه طلعت مخطط وقالت الممانعه على المكثف كذا، الله يبارك، حد رافع لي ممانعه جميل جدا. انا اقدر ارفع، انا اقدر ارفع ممانعه جميل جدا، حد عامل لي تشريح انا اقدر اشرح، انما حد عامل لي اوت انا ما اقدرش اعمل لي اوت. انت ما تقدرش تعمل لي اوت، ما بيعملش كده مبرمج، انا ما اقدرش اعمله. في دي انت معاك حق فيها يعني، انا ما اقدرش اعمل لي اوت، فانا كده بقول ان ما اقدرش اعمل يا هي فعلا. الصراحه وجهه نظر تحترم، انما انت لو شرحت انا ده ابو هاب يا شباب، باشمهندس احمد ابو هاب ايوه بيقول لكم ليه هو اختار الدي زد كي جي، بيقول لكم ليه اختار الدونجل ده بالتحديد، لان الدونجل ده بيدعم قصه اللي اوت، اللي هي اللي ما يعرفش ايه هو اللي اوت، اللي هي اللي دناجل المخططات بتاعه الايفون بتدعمها، انك تدوس على نقطه يقول لك هتروح النقطه الفلانيه متوصله ايه بالكلام الجميل دوت كله. بيقول لك العمليه ديت اساسا عشان تتعمل بتتعمل برمجيه، لكن رفع الممانعات انت تعرف ترفع ممانعات، تتبع مسارات انت تعرف تتبع مسارات، تتبع فرضيات انت تعرف تتبع فرضيات، دي كلها داتا انت كشخص فني قاعد في محل تقدر تعملها، لكن اللي اوت انت مش هتعرف تعمله. فانت لما تروح تدفع فلوس، تدفع فلوس الاول في اللي اوت بتكمل اللي ناقص عندك، الرفاهيه الزياده بقى ان انت بدل ما تتعب نفسك في رفع الممانعه تشتري دونجل او برنامج تاني بينزلك الممانعات زي البورميو مثلا اللي هو لسه نازل جديد ده، تمام؟ فدي حاجة قرار وتفكير يحترم جدا 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 من الباشمهندس احمد ابو وهاب الصراحة. طيب بتهيألي الباشمهندس ليك استفسار الباشمهندس احمد قبل ما ندخل الناس تسأل معنا؟ يا سيدي ليه استفسار يا باش؟ سيبوني سيبوني فرصة سابك تتكلم بقى نص ساعة راجلة. طيب عمل ايه هندسة؟ ما شاء الله عليك صراحة السيكونس اللي انت مشيت بيه والستايل ده بسم الله ما شاء الله، تقريبا في حاجات كتير قوي كانت غافله عننا وانت يعتبر لخصتها في كام كلمه، وبسم الله ما شاء الله صراحه شايفها طريقه لذيذه، لان انت فكرتني بايام الزمن الجميل ايام ما كنت بشتغل في الاندرويد، فكان في بعض الموديلات كنت يعني كنت بجيب الاي سي وابدا ادور على بدائله ومش عارف ايه، كانت قصص كده، فاخر ما زهقت كبرت دماغي خالص من الموضوع ده. الفكره كمان انت اتكلمت عليها كمان حلوه في ان انت ممكن تحدد اكتر الايسيات اللي شغاله ويعني وتبدا تكون متوفره في السوق زي ما احنا كده بنجيب ايسيات الايفون وبتبدا الدنيا تكون شغاله على طول. بس بصراحه بحييك جدا على السيكونس اللي انت ماشي بيه واسلوب التأييد ده رائع جدا، وكمان لو هو يعني الداتابيس بقت قويه الموضوع ما بقاش مرهق قوي زي زمان، بقى الموديل بيجي 3 4 نفس الايسيات ونفس كل حاجه، زي ما كان بيجي مثلا زمان الاس 3 مع النوت 2 نفس الايسيات نفس الشبات، دلوقتي بقى فئه الاي غير الاي الاي اس غير فئه مثلا الاي، كل فئه ايسيات الموديل واحد بتمشي كله على بعضه. فدي برده معلومه انت نبهتنا ليها جميله جدا، لو حد برده شغال في الاندرويد فدي هتبقى مفيده جدا، ان هو كل موديل يعني مثلا فئه الاي 30 30 50 70 كلهم ايسيات واحده اذا كان بقى باور او شحن او اول او اول اخره، فوفرت انت عينة جزء كبير قوي من اللي كان بيشتت دماغ ناس كتير بصراحه. انا حاجه زي دي ما كانتش جايه على بالي، وجزاك الله خير على المجهود الجميل، وبصراحه بصراحه موفق يعني ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. حبيبي يا هندسه، سؤال بقى اخير، انت بقى جربت الدونجل كده؟ احنا لما جينا اتفضل بس جربت الدونجل بتاع البورنيو الجديد ده؟ عشان انا ما جربتوش. جربته وبصيت على الحاجه اللي موجوده فيها. انا كل الموضوع ان انا كل ما بدخل في حاجه جميله بس انا اقدر اعملها. اصل بص يا باشمهندس علي، اللي اوت في سر معين، ايه هو السر ده؟ ايوه البرمجه بتاعتك ان الايهات كلها واحد. طب ما انا ممكن دي زد كي يكون في لي اوت وما بيفيدنيش، ليه حكمت عليه انه لي اوت مفيد؟ ما هو مش مجرد لي اوت، لكن هو في ميزه مش موجوده في اي دونجل بصراحه على حد دلوقتي، ما فاهم ان الموضوع الموضوع لما يكون الموضوع فئات وعائلات زي عائلة A، يبقى انت لو حطيت لي اتنين لي اوت في A انا فهمت فئة A كلها. مظبوط. لو انت حطيت لي في الاسات زي الايدج اتنين اس 6 واس 7 يبقى انا فهمت كله، لو حطيت لي في النوت اتنين يبقى انا فهمت كله، لو حطيت لي في الانفينكس اكس 500 اتنين يبقى 500 557 59 500 61 6 لحظة واحدة بقى،
ليه؟ على لان هي على الاندرويد اتفضل على مسؤوليه الباشمهندس احمد ابو وهاب بيقول لك عشان تنجح مع اجهزه سامسونج اقسم الاجهزه سامسونج لفئات. فئه الاي مثلا يعني عندك الاي 30 اي 10 اي 70 اي 50 لو انت فهمت جهازين محترمين في فئه الاي انت تقريبا حصلت فئه الاي كلها 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 تقريبا كلها لان غالبا هتلاقيهم متشابهين مع بعض. لو انت فهمت فئه الجي جي مثلا جي 1 جي 7 جي 3 جي 5 وهكذا يبقى انت لو حصلت جهازين في الفئه ديت يبقى انت تقريبا رصيت الفئه كلها. فالباشمهندس احمد ابو وهاب بيقول لك ما تتعبش نفسك في الكل ركز في جهازين من الفئه الواحده يبقى انت خلاص بمنتهى البساطه تقريبا حصلت 90% من المعلومات عن الفئه دي. يبقى لو دخل لك اي عطل في الفئه ديت بمنتهى البساطه انت قدرت تتعامل معاها. مش ده الكلام اللي انت عايز تقوله يا باشمهندس احمد؟ بالظبط يعني بصراحه فكره رائعه جدا. احنا حتى الميكانيكي بيتعامل مع العربيه كده. مرسيدس فئه اس هتلاقيها كلها بتنطبق على النظام الكلاسيكي، مرسيدس فئة سي كلها بتنطبق على الفئة الشبابي، حتى سامسونج كده، سامسونج اس حاجة ونوت حاجة، نوت كلاسيكي شوية، هتلاقي النوتات كلها شغالة فكر واحد. الفرق نفس الفعل نفس السيكونس نفس السيكونس ايه 50 عن ايه 70 تطور بسيط بالظبط كده. عشان كده هتلاقي الفكر التكنولوجي واحد زي ما بندور بس على مع تنويه بسيط بديل في شركة سامسونج. اكيد هي مش عاملة خط انتاج اكيد لكل مكثف، هي عامله المكثف وحاطاه في كل جهاز ينفع ان هي تحط فيه المكثف دوت، وبالتالي انت بتشتغل عائلات وبتشتغل فئات مع كل شركه بتنتج اكتر من فئه. مظبوط. مع يا جماعه مراعاه ان الممانعات لنفس الاي سيهات في بورد الاندرويد المختلفه بتختلف، يعني الاي 50 لو رفعت الشبايه بتاعت الباور مثلا وقست ممانعاتها هتختلف عن الاي 70 عن الاي 20 عن الاي 30 لو هي نفس الشبايه، عشان انا مش متابع الفتره الاخيره. فالممانعات في الموديلات المختلفه بتختلف، ما بتبقاش نفس القيم هي هي. ده عن تجربه شخصيه ولا انت رايك ليك راي ثاني يا باشمهندس؟ دي بقى بناء على اختلاف المعالج والذاكره. لا لا انا رايي من رايك يا باشمهندس علي، بس النقطه هنا يا باشمهندس عمر لو انت تتبعنا اللي احنا قلناه من شويه، رقم واحد جمع الداتا بشكل شخصي، رقم اتنين التعامل مع البرامج المدفوعه والدنجولات المدفوعه، رقم ثلاثة تقسيم اي شركه بتنتج اكتر من منتج لعائلات، هتكتشف في الاخر انك في الاندرويد هتنجح لما تتعامل مع السي بي يو ميديا تك فعلا 75 62 يبقى كل اجهزه ميديا تك 75 62 نمط واحد. مظبوط كله. ليه؟ لان هذا المعالج محطوط لداتا شيت. هنا مفروض بقى الفني هيبدا يفكر ان مش شركه سامسونج هي اللي بتصنع له الجهاز، شركة سامسونج بتروح تقف قدام الشركة المصنعة للمعالج تستلم معالج بداتا شيت مجبرة بتركيب هذا المعالج بما يتوافق معاه من باقي الايسيهات. فإذا شركتين اشتروا نفس المعالج هما الاثنين مجبرين بتوصيل نفس نقاط المعالج على نفس نقاط خدماتها. فهنا هيبدأ يتعامل مع معالج واحد، يبدأ الاحتراف في دراسة المعالج، معالج كذا بيعمل ايه؟ هتبدأ تلاقي كل الأجهزة اللي في المعالج ده حتى لو مش موبايل، لو تم استخدام المعالج دوت في تشغيل شاشة LCD هتلاقي الشاشة LCD بتحتوي على نفس الأيسيهات اللي موجودة في الموبايل. تمام. لأن هو الموضوع مبني على جسم الإنسان، فإذا المخ كان واحد غصب عننا لازم كل الأعضاء تتوافق معاه. تمام. يعني انت قصدك يا باشمهندس احمد ان انت بعيدا عن تفصيل الأجهزة بقى الفئات، الفئة بتاعت الاي والجي والكلام الجميل ده كله، ممكن بتقسم اجهزه الاندرويد بقى بشكل اعلى شويه عن طريق المعالجات. صح. تمام تمام يا باشمهندس. طيب باشمهندس علي ليك اسئله ثانيه باشمهندس احمد قبل ما نبدا نطلع الشباب معانا اونلاين؟ طيب باشا كده تمام زي الفل الله يبارك لكم. تمام. طيب يا شباب عشان ننظم العمل في الطلوع اونلاين ومحدش يزعل مني ويقول عمر بيشخط في الناس، اللي هيطلع معانا اونلاين يطلع يسلم على الاخوه الباشمهندس وضيف الحلقه يسال السؤال الجميل بتاعه سؤال واحد عشان ندي فرصه لحد تاني يطلع يسال سؤال تاني. وصلت ولا ما وصلتش؟ ها سؤال واحد. طيب نسيب الرابط للشباب اهو، الرابط هتلاقوه عندكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. تمام اهو
اقدر رابط اهو، وهحاول ادخل برضو على صفحتي على الفيسبوك اهو، واسيب الرابط المشاركه، رابط المشاركه في البث اهو. ان شاء الله اغلب الجمهور بيعمل يوتيوب، الفيسبوك مش معبرنا خالص. انت مش موجودين باشمهندس احمد، ما عملش شير عنده على صفحته على الفيسبوك، يعني باشمهندس احمد ما عملش شير للفيديو عنده على صفحته. انا ما عرفتش اخد حالا يا هندسه قبل الناس ما تدخل اكون عملت الشير حالا. هتلاقيه عندي على البيج عندي يا احمد، الصفحه بتاعتي يا احمد هتلاقيه، انا حطيت لينك، خد اللينك كوبي حط عندي على صفحتي. الناس ما ده وده اي حاجه. الرابط نزل من هنا، الرابط نزل من هنا يا عم احمد، في هجوم تقريبا. باشمهندس احمد دخل اشار الفيديو، قام قافل الفيديو. طيب الراجل الطيب ده زعلان مني من المره اللي فاتت. زعلان منك ايوه زعلان منك. لا لا زعلان منك زعل كبير كمان. لا ما اقدرش على زعلك يا احمد، ما اقدرش عليك. ازيك يا حبيبي، عامل ايه يا ابو حميد؟ عامل ايه يا بقى؟ الله يخليك يا حبيبي، باشمهندس عمر ربنا يكرمك حبيبي. حبيبي يا ابو حميد اخبارك ايه؟ انت بتشخط فينا يا باشا وبتزق معانا في الكلام ده جامد قوي. شفت هو احمد ده طلع عليا السمعه الوحشه. احمد ده طبعا انت بتشخط فيا يا عم انا بشخط. لا بتشخط فينا، وخلي بالك. بص انا اختي متجوزه عندكم في كرداسه، ممكن ابعت لك العريس الصغيرين عيالها. دي كيرنس العاصمة. انا اسف. عامل ايه يا باشمهندس عمر؟ حبيبي وانت علي حبيبي. تدش مع بعض. انا باشمهندس احمد يرجع تاني. مصطفى موسى منورنا. ازيك يا هندسه، عامل ايه؟ حبيب الله يكرمك. اخبارك يا باشمهندس عمر؟ كده هندسه وكله تمام الحمد لله. عمر دهوك من لبنان منور الدنيا هندسه والله، وموضوع جميل. السلام عليكم. الله يكرمك يا رب. طيب يا شباب، واحد هيسال باشمهندس احمد، واحد هياخد صوته مع باشمهندس احمد. وصلت؟ هنبدا باحمد جمال عشان نراضيه ما نزعلوه. اسال حبيبي يا هندسه. انت منور الدنيا يا باشمهندس والله. حبيبي باشمهندس احمد الله يخليك، اتفضل يا ابو حميد. بص يا باشا، انا ليه عندك سؤال واحد زي ما عمر عايز عشان ما يزعلش. الاجهزه الهواي اقوالكم؟ الصوت بيقطع شويه. طيب كده تمام. ايوه اتفضل. بص الاجهزه الهواي اقوالكم دايما اما بتجيلي وقع في ميه بعد ما اخلص، لو في شورت او مفيش، او اظبط الجهاز او انضفه، الاقي خطوط البي سي اي الاثنين اللي موجودين على كونكتور البطاريه ما عليهمش ممانعه، وبالتالي الجهاز ما بيحسش بالبطاريه ولا بالشاحن. حليت مشكلتين، لكن تمام. الاجهزه دي مسببه لي خطوط البي سي اي في الهواي كوالكم معقداني بصراحه. الصوت بيقطع شويه. انا سمعت لحد اجهزه الهواوي كوالكم خطوط البي سي اي مع الميه. خلاص فهمت كل ده. هقول لك السؤال بتاعه يا احمد. هو بيقول لك اجهزه الهواوي كوالكم لما بتجيله وقع في ميه، غالبا الخطوط البي اس اي بتكون ممانعتها اعتيال ممانع او ال مفتوحه. وصلت الفكره؟ فاشمعنى الفئه دي من الاجهزه اللي بيحصل فيها النقطه ديت، وعشان كده هو ما بيحسش بالبطاريه فبيحصل عنده مشاكل في عمليه الشحن او في عمليه اقلاع الجهاز باور. اشمعنى الفئه دي من الاجهزه اللي بيتم فيها الكلام ده، وحلها ايه؟ تمام. ولا حاجه. هو حلها كل الموضوع ان الاي سي اللي متصل بمسار البي اس اي ما زال تحتيه ميه. هو انت المشكله بتحصل معاك في الميه ان الجهاز فصل باور، اكيد حصل خلل. يعني مثلا الموضوع دلوقتي ما بقاش ان الجهاز واقع في ميه بمجرد انه بيتنضف زي زمان. الموضوع دلوقتي ان الجهاز اللي واقع في ميه انت لازم تبقى مدرك حتى وانت بتستلمه من العميل ان الجهاز ده بعد تنظيفه لازم هتلاقي مشاكل كبيره، مش مشاكل صغيره، خاصه مع معظم الاي سيات الغير محميه. مشكله معاه بتكون في الجهاز اللي هو بيتصل على مسار البي اس اي عنده. فلما بيكون بغض النظر بقى عن المعالج كوالكوم او مش كوالكوم، الاي سي اللي بيتصل بمسار هو مش بي اس اي بقى، هو مسار الاف جي او المسار اللي هو بتاع البات اي دي، بيكون الاي سي اللي متصل بيه بيكون اي سي غير محمي، فبيكون تحتيه سوائل، فهو غصب عنه لازم يرفع الاي سي وينظف تحتيه ويشمن وينزل الاي سي، وممكن كمان الاي سي يكون تضرر من الميه.
الخط الاولاني اف جي والثاني اسمه ايه يا باشمهندس احمد؟ اتفضل. الخط الاولاني اسمه اف جي والخط الثاني اسمه ايه يا احمد؟ الخط الاولاني حضرتك قلت عليه اف جي، والخط الثاني قلت اسمه بس انا ما سمعتوش. باشمهندس عمر انا الصوت ال انت سامعني يا عمر؟ بيقول لك هنزع خط الـ F G والتاني وعايز اسمها تاني اللي هو سبب احساس الجهاز. انت عندك الـ F G وعندك في الايفون S W I وعندك البات اي دي وعندك الـ B S I. يعني انت تقصد ان هو الاجهزة دي F G؟ يعني انت تقصد يا احمد ان هو اسمه في الاجهزة دي F G؟ تمام. في السامسونج بيشتغل اف جي، وفي الاجهزه الصيني اللي هي مش سامسونج بيشتغل بات اي دي. تمام. هو ده معلومات البطاريه بتاعتك بتيجي من اي سي، هو المسؤول عن قراءه معلومات البطاريه. حلك انك تلاقي الاي سي دوت تحتيه مشاكل كتير بسبب الميه، فما تتعاملش مع بقى مسار البطاريه لما جهاز يقع في ميه، اتعامل مع الجهاز اللي وقع في ميه. ممكن تمام. تحط انت قاعده لنفسك ايه هي حالات التعامل مع الجهاز اللي وقع في ميه. الجهاز اللي وقع في ميه يا باشمهندس عمر ده ممكن احنا نرد على السؤال على انه السؤال كيفيه التعامل مع الجهاز اللي وقع في ميه. الجهاز اللي وقع في ميه اولا اتفاقك مع العميل لازم يكون اتفاق خاص، لانك ممكن تصلح البورده وتتفاجأ بتلف الشاشه فالعميل يرفض الاصلاح وتكون انت اوريدي انفقت وقت ومجهود ومكونات في البورده. دي رقم واحد. رقم اتنين، التعامل مع البورده اللي وقع في ميه يتمثل معاك انك انت ما تعرفش حجم التضرر اللي حصل، بناء عليه هتدي للجهاز اللي واقع في ميه من وقتك وليكن ساعه هتقوم بتنظيفه بشكل كويس والوقوف على اثار المسببتها الميه وتنظيف الجهاز وتجربه الجهاز. اذا في الساعه دي قدرت ان انت تنفق فيه وقت ومجهود لقيت الجهاز بدا يستجيب معاك كمل شغل، اذا لقيت الجهاز لا يستجيب معاك فاعرف انك انت كده في الجهاز دوت بتخسر مش بتكسب كفني، لان انت مشاكلك كتير ومشاكلك دي عبال ما تتحل الكوست بتاعها هيبقى عالي والعميل في الوقت ده هيرفض الاصلاح معاك والجهاز كمان عمره الافتراضي مش هيكون كتير فهيبقى عندك مرتجع تاني فيحصل لك مشاكل كتير جدا وهتكتشف ان المشاكل دي وقعت في ميه. طيب احنا عرفنا الكلام ده في الورشه عندنا ازاي يا باشمهندس عمر؟ احنا حصرنا عدد الاجهزه اللي وقعت في ميه والاصلاح اللي تم فيها من قطع غيار، من عدد ساعات، من مجهود تم بذله فيها، من فلوس اتخذت من عملاء، اكتشفنا ان احنا في الست شهور دول اجمالا خسرانين مش كسبانين. وقت مع مجهود مع فلوس اخذناها مع قطع غيار حطيناها مع عدد مرتجعات رجعت اكتشفنا ان احنا بنخسر مش بنكسب في الجهاز اللي وقع في ميه. تمام. فانت تتعامل مع الجهاز اللي وقع في ميه انه ما ياخدكش للخساره، ما تسيبهوش يشدك للخساره، اديله وقت تمام. معين. ما ينفعش يكون عندي جهاز اغير له شاشه او دايره شحن انا عارفها وعارف ممانعتها ومساراتها وعارف حلها، او سحبه باور سبلاي عدت عليا قبل كده واسيب كل دوت واقعد اشتغل طول النهار في الجهاز اللي وقع في ميه واكتشف ان الساعه جت 10 والناس قالت لي يلا اقفل المحل وامشي وانا ما كسبتش ولا جنيه. لا، الجهاز اللي وقع في ميه ليه وقت اثناء التشغيل وليه وقت وانت بتشغله هتنفق فيه وقت ومجهود قد ايه، وليه اتفاق خاص مع العميل، العميل الغير مرن مع الميه انت اللي هتخسر بس. تمام. طيب في برضه مع تعقيبا صغير قبل كده بتتكلم يا عمر، نوعين من الاجهزه، الووتر اللي فيه دمج من الميه، والجهاز الثاني اللي مخبوط خبطه جامده مأثره عليه جامد. دي الجهازين دولت استلمهم داتا ريكفري بس، يعني تعرف العميل لو خرجت من المحل خطوه والجهاز قطع انا غير مسؤول اطلاقا عن اي حاجه تحصل في التليفون. العميل وافق على ده هتكمل في عمليه البروسيس بتاعتك، العميل ما وافقش تقول له الجهاز ده ما يلزمنيش، لان زي ما باشمهندس احمد قال مش هتاخد منه خير، لن ترى منه خيرا قط. حتى لو خدت منه فلوس دلوقتي كمان اسبوعين ثلاثه كمان شهر شهرين هيجي يطلع عينك ويمسك فيك ويعمل لك مشاكل بالامر. فالجهازين الووتر، الجهاز من ميه، والجهاز المقوس او واخد خبطه جامده، النوعين دول من الاجهزه ما تستلمهمش غير داتا ريكفري بس، العميل عايز الداتا باي شكل ساعتها هتشتغل في الجهاز تقدر تكسب، غير كده ما هتلاقي نفسك مشاكل كتير انت في غنى عنها. تمام. ده برضه كلام مظبوط. الله ينور.
تمام. طيب شارك معاه تاني واحد كان مشارك تمام كده احمد يا جمال ولا لسه زعلان مني؟ ثواني يا احمد عشان اقفل عليك المايك. بتقول يا احمد مفيش زعل ان شاء الله. بقول لك انت قافل عليها المايك. اه يا احمد ما لازم اقفل عليك المايك الصوت بيتردد على حبيبي يا حبيبي مرضي يا عم ولا لسه زعلان مني؟ لا عمري انا مش زعلان منك اصلا انت اخويا الكبير عيب عليك حبيبي يا عم احمد. خلاص اشوفك بقى اتابع معانا بقى في على الفيسبوك او على ال او على اليوتيوب ماشي يا ابو حميد صباحك عسل. هناخد الباشمهندس مصطفى موسى عاوز يسال اسئله. ها اسال يا باشمهندس. الاول بحب ارحب بكل الحاضرين باشمهندس علي واستاذي واستاذي الباشمهندس احمد حبيب والباشمهندس عمر وكل الناس اللي الموجودين كبدايه. اهلا وسهلا بيكم كلكم اساتذتنا وبنتعلم منكم على راس حبيبي. انا عايز اسال سؤال فني شويه حبيب. وعايز افهمه يعني كويس. يعني احنا معانا عمالقه الصيانه في مصر اهوت. انا عايز اعرف المسؤول الحقيقي عن انتاج الامبير في دايره الشحن، هل هو الاي سي ولا الملف؟ لان انا في منظومه الشحن في الاجهزه القديمه كان الملف قبل الاي سي وبعد الاي سي كانت ار 22 داخله على ريش البطاريه مباشر. في الاجهزه الحديثه احنا بنقول ان الاي سي هو اللي بيعمل السويتشات وهو اللي مسؤول عن تخفيض الفولت، وبعد منه ملف الاي سي بيدي سويتشات والملف بيكبر معايا الامبير. فانا عايز اعرف العمليه دي كانت بتتم في الاجهزه القديمه ازاي، وبتجيلي النهارده اجهزه بغير دايره الشحن بالكامل وما بتشتغلش في الاجهزه النوكيا. طيب اتفضل يا باشمهندس. وصلت ولا الكلام مش طيب. واضح؟ يعني احنا عايزين نتكلم عن دايره الشحن. تمام احنا عايزين نتكلم عن دايره الشحن، مين هو المسؤول عن انتاج الامبير؟ جميل. هو ده اللي هو احنا عندنا نوعين من الدوائر، دوائر باك ودوائر بوست. فاحنا بنصنف اي دايره شحن او غيره هل هي باك او هي بوست. في الحالتين الاي سي مسؤول عن السويتش، انا عمليه السويتش على الملف، على الملف الحسي. ليه؟ تمام بالظبط عمل عمليه سويتشنج. انما الملف تمام. الحسي او الكهرومغناطيسي هو اللي بيستخدم الحس الكهرومغناطيسي في انتاج عمليه الامبير اللي هي سواء كانت باك سواء كانت بوست. فاذا تمام. كان في سويتشنج ومفيش ملف او الملف ده مجرد قطعه سلك فما بقاش فيه انتاج للامبير، لان تمام. الموضوع كله بينطبق على ايه؟ على ان اتصال ملف بتيار وعمل سويتشنج عليه بيؤدي الى وجود او تكوين طاقه كهرومغناطيسيه بتتقاطع مع لفات الملف، فهو ده اللي بيقدر يعمل لي عمليه تكبير لاي طاقه سواء كانت الطاقه دي فولت سواء كانت الطاقه دي امبير. فإذا كانت الدايرة بالنسبة لي باك يبقى أنا بعلي الأمبير، وإذا كانت الدايرة بالنسبة لي بوست زي الإضاءة يبقى أنا بعلي الفولت. وبالتالي لو أنا رفعت ملف الشحن من دايرة الشحن ممكن الجهاز يعلم معايا شحن بالفولت، ولكن عدم إنتاج الأمبير باستخدام الملف حتى مع سلامة الآي سي مش هيكون فيه زيادة في الشحن. مع نقطة بسيطة كده في دايرة الشحن هو وجود مكثفات على دوائر البوت، بيكون فيها مكثف مشهور دايما في دايرة البوت بيتصل توالي بين طرفين في الاي سي، طرف من احد اطراف الاي سي ومسمى تحت الاي سي بوت او بوت سترابينج، والطرف الثاني على مسار دايرة الباك اللي هو سويتشنج الاي سي قبل ما يوصل للملف. المكثف ده هو اللي يعتبر متحكم في بدء عملية تكوين الامبير وتشغيل دايرة الباك. المكثف دوت انا مع توصيل شاحن وبطاريه في جهاز ايفون، في جهاز سامسونج، في جهاز صيني بيعتمد على اي سي بي كيو، في جهاز صيني هواوي بيعتمد على اي سي بي ام اي 98 تقريبا 89 91 حاجه زي كده. الاربعه لقيت طرف المكثف من ناحيه الاي سي اثناء عمليه الشحن بتكون قيمه الفولتيه عليه 8.5 فولت، واتصال المكثف من الناحية الأخرى بيكون بطرف خارج الشحن اللي هو على الملف اللي هو في الآخر بالنسبة لي بيساوي الفي بات أو الفي سيستم بتاع تشغيل الجهاز، فبيكون 3.7 فولت. فالمكثف ده خطير جدا لأن رفعه من الدايرة
مع سلامة الملف ككهرومغناطيسي وحسي مع سلامة الاي سي كسويتشنج لن تبدأ عملية انتاج الامبير في دايرة الشحن. تمام. سلامة يعني... المكثف بتدل على وجود فولت قبليه 8.5 فولت وبعديه فولت البطارية. يعني انت بمنتهى البساطة باشمهندس احمد لو حبينا نلخص ردك على على السؤال بتاع باشمهندس مصطفى ان العملية مش طرف بذاته هو المسؤول عن انتاج الامبير، العملية مشتركة بين ثلاث اطراف اساسيين، الثلاث اطراف الاساسيين اللي هم الاي سي وملف البك ومكثف البوت ستراب، صح ولا انا غلطان؟ تمام يا هندسه. بالظبط كده. تمام بالظبط كده. بس في نقطه بقى نشك واحد، هل هو اضافه بسيطه خالص ده الملف والاي سي والمكثف؟ اتفضل. ممكن اضيف اضافه بسيطه خالص، ممكن اضيف اضافه بسيطه خالص بعد اذن حضرتك؟ تمام. في عندك كمان، في عندك كمان نوع مكثفات بتكون واصله مع اي سي الشحن، بقول مع اي سي الشحن اسمها مكثفات البي ام اي دي، اسمها مكثفات ايه؟ البي ام اي دي. اوعى تتجاهل المكثفات ديت في انتاج امبير الشحن، اوعى تتجاهل مجموعه المكثفات ديت في انتاج امبير الشحن. ليه؟ لان دي تعتبر مخزن مؤقت للشحنات في عمليه الشحن قبل ادخالها مباشره على دائره البق. وصلت الفكره؟ فالمخزن المؤقت ده سيادتك لو تجاهلته، ناس كتير بتقول لك ده مجموعه مكثفات توازي شيل وارمي اشطر حاجه جميله، لا، مكثفات البي ام اي دي بالذات يتقطع دراعك قبل ما تيجي ناحيتها. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني مكثفات البي ام اي دي بالذات ديت لها تعامل خاص بالنسبه لي. وصلت؟ فانا بعتبر دي كمان اضافه لعمليه انتاج في دايره الشحن. عايز تضيف حاجه يا باشمهندس؟ بس في نقطه بعد اذن حضرتك. نفس فكره، ثواني نسمع الباشمهندس علي يحيى. اتفضل. نفس فكره مكثفات التكبير اللي بتحفظ الفولت بتاع دائره الاضاءه بالظبط، هي نفس المكثفات اللي بيتم تخزين الطاقه فيها، ولكنها بيكون بغرض الشحن عشان خاطر تمول اي سي التجرس بقى، واي سي الشحن على حسب الميزانيه بتاع الجهاز بتاعه اللي انت شغال فيه. وفي كمان في اي سي باور كاباسيتورز كتير موجوده توازي مع الاي سي بتكون باغراض مختلفه للتخزين، زي كاباستور كان اسمه تي كول تي سي، كان موجود على خط اسمه توتال تقريبا توتال كول، الخط ده كان كاباستور واحد على خط واحد. الكاباستور ده لما شلته كنت بعمل سواب لايفون 8 في احد الدورات، بعد ما عملنا سواب الاي سي اتلسع، فعنا عملنا ريبول لاي سي باور، فالجهاز كان كيب ريستارت كيب ريستارت. بعد البحث تبين ان الكاباستور ده كان هو مخزن للطاقه بتاعت الغرفه بتاعت التي كول في البي ام يو، فلما الكاباستور اتشال الغرفه بتاعت التي كول دي ما بقتش بتخزن الطاقه اللي هي موجوده على مكثف واحد قيمته صغيره جدا مش عارف كام مايكرو فارد، فالاي سي باور ما كانش بيقدر يقوم بوظيفته، فالجهاز بيفتح يجيب باب اللوجو ويتك، يفتح يجيب باب اللوجو ويتك، مجرد ما الكاباستور اتحط رجع لوضعه الطبيعي تاني. تمام. فاي كاباستور موجود على خط، انما انت لو عندك مثلا 30 40 كاباستور في خط واحد ما عادي، ممكن شي واحد او اثنين او ثلاثه عادي، انما لما يكون هو واحد او اثنين او ثلاثه كمان ما ينفعش تشيل منهم حاجه، انك بتاثر يعتبر بتشيل تلت الوظيفه كلها. بس تمام. في جزئيه ثانيه برضو عشان الباشمهندس متاكد ان هو عاوز يكمل النص الثاني من السؤال، بيقول لك بقى اشمعنى في الدائره القديمه بتاعت الشحن ايام النوكيا كانت الدائره عكس كده، مين كان المسؤول عن الامبير في وقتها؟ انا مش هقدر اجاوبك على السؤال ده لان انا ما اشتغلتش هاردوير ايام النوكيا، اللهم بلغت اللهم فشل، انا ما اروح من اللهم رينا عارف قدر نفسه، انا ما اشتغلتش. ما زالت موجوده الاجهزه هندسه ايه؟ ما زالت الاجهزه موجوده، ما زالت موجوده لحد النهارده وبتنزل جديده. انا اشتغلت فيها يا صديقي فمش هقدر اجاوبك. انا جاوبت. لا لا، اللي موجوده دلوقتي، اللي موجوده دلوقتي السيركتس والديزاين بتاع التكنولوجي اللي جوه غير القديمه خالص، لا حاجه تانية خالص. القديم كان ليه تكنولوجي وليه دنيا، دلوقتي الشبات بقت اسرع بكتير، هو نفس الجهاز نفس الشكل بس من جوه الدنيا غير خالص. تمام. يعني ممكن تلاقي انت التكنولوجي القديمه دي موجوده في الاجهزه الصيني اللي هي فيوا والحاجات التعبانه اللي هي الرخيصه دي، هتلاقي نفس التكنولوجي القديمه، انما الاجهزه النوكيا والنازله جديده اللي هي شغاله بقى بالانظمه بتاعت نوكيا دي كلها تكنولوجي جديده خالص، مش شبيهه باي حاجه من اللي انت بتتكلم عنها القديمه دي خالص. فدي دي حاجه ودي حاجه. باشمهندس احمد عبد الوهاب، انت عندك خلفيه تقدر تفيده بيها عن دوائر الشحن في الاجهزه النوكيا الصغيره؟ لا، انا عندي خلفيه ان انت بترفع المعالج وتشبلينه في كل الاجهزه دي كل الوظائف بتشتغل. تمام هندسه. هو ده اللي انا ممكن اشتغله فيه. تمام ان الاجهزه دي كلها ترفع المعالج تشبلينه
تنزله الجهاز اي وظيفه واقفه تشتغل، حتى لو كان جاي من وظيفه واقفه. فكرتنا واللازم وضع يا جميل. حته صغيره اللي هي والله فعلا النقطه اللي اتكلم عليها الباشمهندس عمر بتاعه المكثفات بتاعه التخزين، الباشمهندس علي قال عليها، هي بي ام اي دي، موجوده في الايفون بي ام اي دي، موجوده في الاجهزه اللي بتشتغل مع اي سي البي كيو بي ام اي دي، موجوده في اي سيهات الباور المساعده في شركه سامسونج بس بمسمى في ام اي دي، فهو غير حرف البي بحرف الفي. دي نقطه دايما ده هو فعلا بيتم التخزين ولا لا، انت لازم هتلاقي على المصادر 5 فولت نفس قيمه الشحن بالظبط، وبنسميهم ستوك اي سي الشحن، هو ده الستوك اللي هو بيسند عليه في اي عمليه، وضع الشاحن، رفع الشاحن، عمليه سويتش البات، بات سويتش، اي عمليه الاي سي الشحن هو يعتبر ده الستوك بتاعه اللي بيسند عليه، فانت كده هتبقى سبته بدون ما يكون عنده زي ما بنقوله كده ايه سناده يعتمد عليها، فممكن اي سي الشحن اصلا يتجاهلك لو انت تجاهلت له الموضوع ده. تمام، جميل جدا كده، احنا خلصنا الاستفسار بتاع الباشمهندس مصطفى، شاكرين جدا الباشمهندس مصطفى على مشاركتك الجميله وعلى وجودك معانا. حبيبي يا هندسه جدا، هتعزمنا تتابع معانا على الفيسبوك او على اليوتيوب عشان نفضي مكان حد تاني يدخل ويسال. تمام، تحت امرك، تحت امرك هندسه، تحت امرك هندسه حبيبي مصطفى حبيبي. الباشمهندس عمر داوود من لبنان، اتفضل يا باشمهندس عمر، اطلع بالاستفسار بتاعك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه مهندس احمد، كثير فتنا بمعلوماتك اليوم. اهلا وسهلا بك. سؤالي هو بس بالنسبه لتحميه الباور سبلاي. حبيب القلب، تحميه الباور سبلاي انا مثلك بعتمد عليها كثير. بالايفون انا نسأت انا والمهندس عمر من فتره عن طريق الباور زد، نرسم نعمل ملف تحميلات للباور سبلاي عن طريق الباور زد دونجل، بس الباور زد دونجل بعد انا ما اكتشفتش طريقه اقدر اوصلها على الاندرويد. انت عندك اياها او جربت تعملها من قبل؟ لا، انت هتجيب السؤال الثاني يا باشمهندس عمر. ها سيادتك يا باشمهندس احمد، ثواني، هو الباشمهندس عمر يقصد ايه؟ يقول لك احنا مثلا في الايفون ممكن نشتغل على الباور زد دونجل، نسحب التحميلات بتاعه الباور سبلاي ونسجلها عندنا على الكمبيوتر. تمام، الباور زد دونجل بيبقى مفيد، هو بيسجل لك تحميله، فانت بتعمل تحميله بتحميله، فالعمليه بتكون سهله. وصلت؟ هل في عند حضرتك طريقه ان انت تشغل باور زد دونجل على اجهزه الاندرويد؟ هو احنا اصلا يعني لو اخذنا الباور سبلاي كقاعده يبقى احنا اخطانا خطا جسيم في حق الصيانه. مفيش قاعده في الباور سبلاي، الحاجه الوحيده اللي ملهاش قاعده عندك في الصيانه هي الامبير. فالامبير عندك متمثل في حاجتين، تستر الشحن والباور سبلاي. حطيت لي دول قاعده او حاولت جاهدا انك انت تحط لهم قاعده مهما جمعت من بيانات، انت كده بتزعل الصيانه منك. فمش هينفع ان احنا نحط الباور سبلاي قاعده. هو الموضوع بتاع جمع البيانات ما ينفعش الامبير ليس له قاعده. انت لو الفايبريشن بيستهلك منك 40 ملي امبير والجهاز بيسحب طبيعي وسحب منك 500 400، والفايبريشن ده في الشاسيه شلته، فما اصبحت الدايره ما بتستهلكش بقوا 500 الا 40 ملي امبير. ما ينفعش تحط قاعده بورده لوحدها غير بورده بشاشه غير بورده بفايبريشن غير فتح كاميرا قاعده للباور سبلاي، يبقى احنا كده مش بتوع صيانه. يبقى احنا عايزين نحفظ ما نفهمش. الامبير ليس له قاعده، المطلوب من جمع الداتا هو الوصول للخبره بس. انا الباور سبلاي احنا عايزين بس من كتر ما تشوف السحابات انت هتكون لديك خبره معينه، مش هينفع حتى لما تحب تشرح توصلها. يعني لو انت حبيت تقول سحبت كذا تبقى كذا، سحبت كذا تبقى كذا، مستحيل مستحيل. انا ما اعرفش غير سحبتين اتنين بس، سحبت لا يسحب نهائي، وده معناه ان الجهاز ما سحبش امبير، وسحبت فول كارنت، ده معناه ان في شورت او الكابلين لامسين بعض. هم دول الاتنين بس اللي انا حافظهم، اي سحبه ثانيه انا ما احفظهاش ولا اعرف. سحبات كتير بيناتهم. لا لا لا، بص انا عايز اوضح بس نقطه. في سحبات تغمدوا قبل الضغط على زر الباور بعد ضغط زر الباور. يا باشمهندس يا باشمهندس، عشان بس اللي ما يحصلش لبس في الموضوع، باشمهندس احمد بيتكلم في نقطه تانية. انا ما ينفعش اقول عندي السحبه دي معناها ان فلان بايظ او فلان سليم.
انت بتستدل بيها على خطوات. يعني لو اتكلمنا عن البوت سيكونس وخطوات الباور اون اي سي باور معالج ناند، الثلاث خطوات دول كل معالج ليه استهلاك وليه سحبه. كان في لايف قبل كده لو كنت حابين تراجعوه بصوا عليه. باشمهندس احمد بيتكلمك ان مفيش جهاز تعرف تعمل له قاعده. لو جينا نتكلم كمثال في الايفون، عندي 3 فولت تراي ستار، ثلاث ارباع الناس اول ما بيلاقي جهاز بيسحب 150 ملي امبير لك يجري على التراي ستار. لا، ده خط 3 فولت تراي ستار هو اللي مسرب، فانت تشوف الخط ده معدي على ايه وتشوف الكومبوننت اللي جوه الخط كله. فبناء على كده تحدد المشكله. انت ممكن يبقى عندك الشورت على خط 3 فولت تراي ستار، فانت متعود ان 3 فولت تراي ستار زي ما حصل قبل كده. حتى ايه؟ حتى بالايفون هذا الحكي انت عم تحكي. ايوه، حتى بالايفون انا ضد جدا جدا قصه. انا عامل مقال كبير اسمه صنم الباور سبلاي، عاملين له صنم وبيعبو يعني الناس ماشيه عليه وخلاص. هو مفيش حاجه اسمها كده يعني. في حاجه مثلا سحبه، لما في سحبه مشهوره بيقول لك دي سحبه الاي 2 سي 0 في الايفون 6. مفيش حاجه اسمها سحبه اي 2 سي 0، مفيش حاجه اسمها كده. في 100 حاجه تعمل عندك نفس المشكله وتديك نفس التسريب وتقطع نفس القطعه. الرام تعمل نفس المشكله، الاي 2 سي 0 اي مكون تعمل عندك نفس المشكله، اي حاجه في اتصال ما بين المعالج وما بين خطوط الكنترول اللي مسؤوله عن عمليه الاقلاع تعمل عندك نفس المشكله. فما ينفعش اقول السحبه دي. اتفضل يا جميل. حقيقي اعمل مقارنه بسحبه الايفون 7 اي سي اوديو من كذا تليفون، بتشوف السحبه هي ذاتها. لا قول تاني السؤال تاني تاني. اعمل مقارنه بين كذا جهاز ايفون 7 في عطل الاي سي الاوديو وشو اقارن بالسحبات. انت والعطل موجود ولا انا شايل الاي سي؟ لا والعطل موجود وانت شايل الاي سي. حلو انت جيت في ملعبي. انت كده بتتكلم مع خطوط الاي تو اس، لان انت عندك اربع رجول يعملوا نفس المشكله اللي يديك جري سبيكر. مش عايز بس اخرج الموضوع في حته ثانيه، ولكن كل خط فيهم هيسبب لك سحبه شكل ومشكله شكل. ولكن في المجمل ان الجهاز على الاي او اس القديم كان بيقرا معاك على اليو اس بي معايا كده، ودلوقتي في الابجريد الجديد بتاع السوفت وير الجديد بقى الجهاز بيفتح ما بيديكش مشكله وما بيطولش على اللود على البوت وهو بيفتح. حلو كده. فانت لو جيت تبص الاي تو اس ده ماشي في كام قطعه، فيعمل عندك خلل في المنظومه كلها ومش تعرف تمسك له سحبه معينه. وصلت؟ انت عندك اربع مسارات ضعاف في السي 12، دي اشهر واحده بتيجي، وبعد كده عندك في الرجلين التانيين اللي فوق، والثلاث رجول اي تو اس والثلاثه بيعملوا لك مشكله في الجري مايك. وصلت؟ طب هتيجي تشوف سحبه ده غير سحبه ده غير سحبه ده، لان ده خارج من المعالج من حته وده خارج من حته، وده بيتكلم مع كام شبايه وده بيتكلم مع كام شبايه. فهو رايح عشان يبعت الاشارات، الاي سي بتبدا تستهلك بناء على الاشاره. بعد كده الاي سي ده هتلاقي ده مثلا داخل في ثلاث قطع، فالثلاثه مش شغالين فليها استهلاك معين. ده داخل في قطعتين فمش شغالين فليهم استهلاك معين. طب اثناء ما هو بيفتح والرجل عماله تلمس وتفك، هتلاقي الاستهلاك عمال رايح جاي، فمش تعرف تمسك لها وتقول ده هو اي سي ده سحبته كذا. ملهاش ملكة خالص. ما هي مش القاعدة مقدسة بحد ذاتها رح تجي 100%، بس بتقرب لك ال انا معاك. انت بس احنا مش مختلفين في ده، احنا بنتكلم ان احنا بنشبه. يبقى انا كده عندي القط ده بيستهلك المشكلة الفلانية او بيديني الكرنت الفلاني، فانا كده بمشي في الركن بتاع المشكلة اللي جات لي قبل كده. انما ما ينفعش اقول دي بتاعت القطعة دي. كمل يا عمر. عايز تقطعنا انت قول. هي دي الخبرة يا باشمهندس. قاعد ساكت من ساعتها وسبت الكل يتكلم. طب ما دي قول يا باشا. الجزئية دي انا اتناقشت فيها مع عمر قبل كده. عمر دخل ايه؟ احنا عايزين نعمل تسجيلات لسحبات الباور سبلاي ونسجلها ونعمل مخزن للباور زد دونجل، ان انا مخزن مجموعه من السحبات لما يجي لي السحبه ديت اقوم قايل العطل في المنطقه الفلانيه. ساعتها انا رديت عليه رد شبه النت اللي بتقولوه دلوقتي، بس عمر كان عاوز يعمل حاجه تانية انا اثنيته عنها اللي هي ايه؟ قال لي انا عايز ارفع اي سي مثلا واروح اشوف السحبه وبعدين انزل اي سي تاني واشوف الخلاف بتاع السحبه. وبناء عليه يبقى انا لما يجي لي الجهاز بيديني السحبه والاي سي السحبه اللي انا شفتها والاي سي مرفوع يبقى نحط في الاي سي ده. واخد الفكره؟ ساعتها انا رديت عليه وقلت له مش شرط ان الاي سي يكون العيب في الاي سي او في مسار تحت الاي سي ويديك نفس السحبه، لان انت لما رفعت الاي سي ككل انت لغيت جميع وظائفه، وطالما لغيت جميع وظائفه يبقى اختلف سحب الامبير في كل الدوائر المتصله مع الاي سي ده. وصلت ولا ما وصلتش؟ وبناء عليه قصه ان انا اسجل سحبات باي سي مرفوع غلط.
باشمهندس علي دخل وزود عليها نقطه، قال لك انت ممكن في الايفون 7 المثال اللي انت ضربته ممكن يبقى فيه رجل واحده تحت فصله، ممكن يبقوا اثنين، ممكن يبقوا اربعه، لو رجل فصله هيديك تحميله اثنين، تحميله ثانيه اربعه، تحميله ثالثه، والثلاث حالات اي سي صوت، يعني ثلاث حالات اي سي صوت، فانا ما ينفعش اخد تحميله منهم واقول هي دي التحميله بتاع مشكله اي سي صوت في الايفون 7. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ ثانيا زائد كمان يا عمر، زائد كمان زائد زائد حاجه ثانيه ان الصوت لحظه واحده يا علي معلش عشان ما نخش في دوارك يا فضل، تمام؟ في الايفونات العمليه اوضه وصاله، ايه اوضه وصاله؟ ان هم خمس ست موديلات موجودين عندنا واحنا بنشتغل عليهم. في الاندرويد هتسجل سحابات في ايه ولا ايه؟ انت في الاندرويد تسجل الخبره العاديه الستب الاولانيه لحظه ضغط الباور، والستب الاخيره لحظه ما الجهاز يخش سليب مود، لان دول اللي ممكن يفيدوك بشكل كامل في الاندرويد. غير كده زي ما الباشمهندس احمد قال، قال لك انا ما بعترفش غير بسحبه الشوت او عدم التحميل. وصلت؟ بقيه السحابات الثانيه هي عمليه اكتئاب بتقربك من المنظومه اللي فيها المشكله، لكن ما ينفعش ابص للسحبه اقول ان المشكله في الحته الفنيه مباشره. الا بعض سحابات محفوظه. يعني بعض السحابات بتبقى محفوظه كده وش، هي بصمه هنا، اللي هو ازاي؟ انك جالك جهاز مثلا انت وصلته على الباور سبلاي ضغط قبل الضغط مفيش حاجه، بعد الضغط لما عطيك شورت مباشره كده وش انت رايح تلعب اي سي باور. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ فدي سحابات لها دلاله مباشره. وهترجع تاني للنقطه بتاعه الباشمهندس احمد، قال لك ان انا ما بعترفش فيها غير عدم التحميل او الشورت، يبقى انت برضو رجعت لنفس الكلام اللي هو كان بيحكي فيه. وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام. ده هو السبب كمان الموضوع دي في. اتفضل اتفضل يا محمد. عايز اقول حاجه يا باشمهندس، بالنسبه للاجهزه الحديثه كمان حتى السحابات المنطقيه ما بقيناش نعترف فيها لسبب واحد. احنا قلنا ايه؟ لو مثلا كنا عارفين ان الجهاز لو ما حملش خالص زرار مسار ريش اي سي باور مثلا، النهارده حضرتك عندك دايما فاصل ما بين خط البطاريه لخطين، زي ما حصل في الايفون باستخدام الموسفت وفصل الفي بات للفي سي سي والفي دي دي، النهارده الاندرويد كله بيعتمد على فصل في بات لفي سيستم وفي بي اتش، وما بيكونش اي سي الباور هو الفاصل ده. ادي نقطه. النقطه الثانيه، عمليه الضغط الشورت بعد الضغط على زرار الباور كنا بنتجه ان في شورت في خارج اي سي الباور، النهارده احنا عندنا في الاي 70 اكتر من 4 اي سي باور، الاربع اي سي باور دول متغذيين بالفولت المباشر الانالوج بتاعهم هو الفي سيستم، بمجرد ما اي سي الشحن او الباور المساعد يقسم البطاريه من في بات لفي سيستم، عندك اي سي باور للكاميرا، عندك اي سي باور مساعد، عندك اي سي باور رئيسي، والجديد ان النهارده في اي 70 اليو اف اس ليها يو اف اس باور مانجمنت اي سي مسؤول عن خروج يو اف اس في دي دي، بيستلم هو كمان الفي بي اتش او الفي سيستم، وبعد كده يبدا يخرج اليو اف اس في دي دي التحديات الخاصه باليو اف اس. حتى اليو اف اس بقى ليها لوحدها اي سي باور عليه كنترولنج بالاي تو سي، جات لي السحبه بتنم على خلل في الذاكره الداخليه، وفي الاخر طلعت مقاومه البول اب لبروتوكول الاي تو سي لاي سي باور اليو اف اس، فما لهاش تغذيه. فانت تمام. عايز تملك الباور سبلاي، وعايز تملك اي سحبه غريبه، وعايز تفهم بجد هو مفتاح واحد خارج اي سي الباور. تمام الله ينور. خارج الاي سي المستلم عندك للفولتيه هو اللي يحدد معاك اتجاه اي مشكله رايح فين. يعني اهم دائره بالتليفون كل الاندرويد هي الباور، اهم دائره تعتبر. تمام. طيب خلاص احنا كده خلصنا الاستفسار بتاع الباشمهندس عمر. استاذنك بقى باشمهندس عمر تتابع معانا على الفيسبوك او على اللهم صل على النبي اليوتيوب عشان ندي اتاحه لحد تاني يدخل معانا. الاول في واحد سايب تعليق من ساعتها، انا معلق على التعليق ده، شمران اخي عمر. شمران وسريبان في السعوديه، انا البلدين دول
لهم معزه خاصه عندي، وما ينفعش اشوف واحد من شمرار او من سرايبان وما ردش عليه. اجمل ايام قضيتها في السعوديه كانت شمرار وسرايبان. تمام. في معانا الباشمهندس يوسف محتاج يسال سؤال، اتفضل يا باشمهندس يوسف. مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا يوسف. الحلقات القيمه. الله يكرمك. باشمهندس بالنسبه لدائره الشحن، هسه انا باجي بشحن اي موبايل بعطيني على ساعه الفحص انه بسحب مثلا 1 امبير 1.5 امبير 2 امبير، بس بتجيني بعض المشاكل. مثلا بسحب نص امبير، لما بسحب نص امبير انا هون اتوجه عشان احل مشكله العطل اللي هو شحن بطيء. انا ما فهمتش الاستفسار. بس في عندنا الشحن السريع بالاجهزه على بس الموبايل. تمام. انا ما فهمتش استفسارك تاني معلش، عشان انا مش فاهم الاستفسار. انت حضرتك بتقول ايه بالظبط؟ عايز تستفسر عن ايه؟ اوكي معلش. انا بعد مثلا بدي اشحن موبايل. جميل. تمام. الاجهزه هسه كلها بتدعم شحن سريع. تمام. اذا فصلت الشحن السريع انا وين اتوجه عشان احل هاي المشكله؟ حلو السؤال ده. يقول لك ان هو عنده الاجهزه فيها شحن عادي وشحن سريع، لما الجهاز يجي لي فيه مشكله في الشحن السريع انا اتوجه لفين؟ جميل جدا. يعني يروح فين لما يجي له مشكله في الشحن السريع؟ يعني عنده شحن بطيء شغال، السريع مش شغال. ده الاستفسار. برضه انا باجي بغير قاعده الشحن السريع مش شغال. ما هي الدوائر المسؤوله عن هذا؟ يقصد هو عايز يعرف مين المسؤول عن الشحن السريع، او لما يكون الجهاز مفروض بيدعم الشحن السريع ولا يدعم الشحن السريع يروح فين؟ صح كده باشمهندس؟ بالظبط كده. بالظبط. تمام تمام تمام. طيب الاول انت لازم تفهم الشحن السريع. فانا يعني ما الباشمهندس عمر بعد اذنك في عندي على اليوتيوب بيكون في رابط لكيفية عملية الشحن السريع، وإن الموضوع بقى مرتبط بالوات في تعلية الفولت وتعلية الأمبير، وبعض الشركات بتلعب ما بينهم. لأن أنت مع الفيديو دوت هتبدأ تفهم إن مش قناتك على اليوتيوب يا باشمهندس أحمد؟ على قناتك على اليوتيوب؟ أيوة. طيب أنا هخش أجيب الرابط. عندي على اليوتيوب اسمه مقدمة في الشحن السريع. طيب أنا هخش أجيب رابط وأنزله. الفيديو هيوصل لك نقطة مهمة جدا أنت ممكن تحتار فيها في المقام الأول. تمام. اللي هو مش شرط كل جهاز يدعم الشحن السريع تحط له شاحن سريع يشحن شحن سريع. ليه؟ لأن في ناس وشركات اعتمدت الشحن السريع على زيادة الفولت مع ثبات الأمبير، فالوقت زاد. وفي ناس اعتمدت الشحن السريع على زيادة الأمبير مع ثبات الفولت، فبرضه الوات زاد. ده بيشحن سريع وده بيشحن سريع. فتجيب الشاحن السريع بتاع سامسونج تحطه الاوبو ما يشحنش سريع، تجيب الشاحن بتاع هواوي تحطه لسامسونج ما يشحنش سريع. ليه؟ لان هواوي عامله زياده الوات او القدره عن طريق زياده الامبير وثبات الفولت على 5. اما سامسونج عامله الوات او القدره بزياده الفولت مع ثبات الامبير. اسم الفيديو ايه عشان انزله للشباب؟ اسمه مقدمة في الشحن السريع. عندك على قناتك على اليوتيوب؟ على اليوتيوب الفيديو اسمه مقدمة في الشحن السريع. مقدمة في الشحن السريع. طب نزل امتى طيب؟ نزل من امتى؟ نزل من 3 شهور تقريبا او 4 شهور. تمام. هتلاقي الخلفية بتاعته شاحن وبطارية وعلى الشاحن في النص. تمام، كمل كلام معاه لما الاقي الفيديو. فاذا اول نقطه لازم تفهمها، اول حاجه لازم تعرفها، ان مش كل شاحن سريع هيشحن جهاز. طيب يبقى كده انت هتحدد الجهاز بيشحن سريع ولا ما بيشحنش سريع بشحنه. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه، تمام. عندك خلل في الشحن السريع وانت مغير قاعده شحن 100% العيب في قاعده الشحن، لان في مكونات للشحن السريع على قاعده الشحن الاصليه غير موجودة على القاعدة الكوبي. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الشاحن بتاع الجهاز وفي نفس الوقت القاعدة الشحن الأصلية بتاعت الجهاز
وعندي مشكله في الشحن السريع، فانت عندك في الجهاز ده منظم للشحن اوفر فولتج بروتكشن، هو ده المسؤول عن تحديد هل سيتم شحن الجهاز بالشحن بشحن سريع ولا شحن عادي. ليه؟ لان هو بيدخل الفولت في الفولتج ان، من هنا بيبدا يعمل فولتج اوت للاوفر فولتج بروتكشن. فلو الفولت عنده يدعم الشحن السريع او الشاحن بتاعك يدعم الشحن السريع، هيبدا يفعل لك ان الاوت يكون الفولتيه العاليه. اما اذا الفولت عندك عادي هيشحن على الوضع البطيء. طيب لو كان الجهاز من الاجهزه اللي ما بتعتمدش في الشحن السريع على وجود اوفر فولتج بروتكشن، هتلاقي اي سي شحن خاص بالشحن السريع. يعني الجهاز الانفينكس ده بيعتمد على اي سي بي كيو في الشحن. لو دخلت لمخطط انفينكس اكس 601 هتلاقي 2 اي سي بي كيو، ماستر وسليف، وكل اللي بينهم خط واحد على ان يتم استلام الاي سي الاول لفولتيه الشاحن ويشحن على البطيء. فاذا كان الشاحن يدعم الشحن السريع والاي سي سليف سليم، يتنقل من الاي سي الاول للاي سي الثاني نوليدج فقط، معلومه ان انا كده هشحن سريع، فيشتغل معاك الاي سي هين، فيبدا تحقق عمليه الشحن السريع. يبقى منظومه الشحن السريع اصلا قبل ما تشتغل فيها لازم تفهم هو سرع الشحن ازاي. رقم اثنين، لازم تعتمد على شاحن الجهاز مش مجرد شاحن سريع، لان الوات ممكن يعلى بالامبير والفولت ثابت، وممكن يعلى بالفولت والامبير ثابت. التسترات بتاعتنا بتطلع من ال 5 فولت لل 9 فولت في الخانه بتاعه الشحن السريع، ولكن الامبير بتاعها 2 امبير. يبقى ينفع يشحن سريع على سامسونج؟ هات اوبو مش هيشحن. اوبو عايز 5 فولت بس عايز 4 امبير فوق. هات هواوي عايز 5 امبير، التستر بتاعك ما ينفعش. يبقى الشاحن بتاع الجهاز وفلاتة الشحن الاصليه عشان عليها مكونات، ثم الاي سي اللي مسؤول عن الشحن السريع داخل البورد ده ضمن مجموعه الشحن. اما يكون إيه لو عنده باور زد دونجل يا احمد، اما يكون اي سي مساعد اي سي شحن. لو عنده باور زد دونجل بيستخدمه كتستر يا احمد، الا لو عنده باور زد دونجل بيستخدمه كتستر، ساعتها يعلى معاه بالامبير ل 4 امبير و5 امبير. يعني هو لو عنده باور زد دونجل بيستخدمه كتستر ممكن يعلى معاه بالامبير. مش سامع كويس. تمام تمام يا احمد، كمل 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 كمل. انا الصوت عندي تقريبا ضايع خالص، بس هو هي دي النقطه. فاستاذنك تدخل للفيديو تفهم الشحن السريع الاول، وبعد كده اي جهاز يقابلك بيشحن سريع ادخل شوف مخطط دايره الشحن بتاعته ايه، وايه الفرق بينها وبين مخطط دايره الشحن العادي. هتلاقي مكون خاص بالشحن السريع. تمام، هو ده هيكون طيب. مفتاحك في حل مشاكل الشحن السريع. تمام، كويس جدا. تمام. مشكرين جدا الاجابه الجميله بتاعت سيادتك يا باشمهندس احمد. هستاذنك يا يوسف حبيبي. يا يوسف احمد الله يكرمك، بقى تتابع معانا على اليوتيوب او على الفيسبوك عشان ندي فرصه لحد تاني يدخل معانا. الاول قبل ما حد تاني يدخل معانا، نرحب بمحمد المنسي حبيبي من اسكندريه. حبيبي يا منسي، منورنا يا ريس. منور يا منسي حبيبي. يا منسي افتح المايك يا عم، عايزين نسمعك. منسي الميكروفون مقفول يا منسي، الميكروفون مقفول. ميكروفون الو الو، حول منسي الميكروفون مقفول. عامل ايه يا باشمهندس علي؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الميكروفون مقفول عندي كده مقفول كده. اشتغل المايك، اشتغل تمام كده. تمام يا باشا، تمام كده. رايح حبيبي علي. عامل ايه يا باشمهندس علي؟ الحمد لله حبيبي تمام. اخبارك ايه؟ جميل، منور اللايف الجميل يا جميل. السلام عليكم. ايه السلام عليكم عمر حبيبي. لا يا عم ايه بتقول ايه؟ لا يا باشا زعلني فيه يا باشا. انا زعلان منك؟ اه زعلان منك. زعلان مني ليه يا اسطى؟ يا حبيب قلبي كنت في اسكندريه وما اتصلتش ولا جيت. يا باشا الناس عرفت ان انا في اسكندريه، ما حدش كلمني يا باشا. يا باشا لا، الرجاله تقول يا باشا اللي اعرفه على الاسكندرانيه ان هم جدعان. يا باشا اللي اعرفه على الاسكندرانيه لما تعرف ان انا في اسكندريه انت اللي تكلمني تقول لي انت فين عشان اجي لك. مش انا اللي اتصل بيك اقول لك انا في اسكندريه تعالى لي. وصلت ولا ما وصلتش؟ ما تحاولش تقلب الايه عليا الله يبارك لك. بص بص مش على اللايف قدام الناس، بس بس على اللايف قدام الناس. سيب علي
في معالي يسأل سؤال. اصبر عليك. الصوت بيقطع من سمع. وعليكم السلام. الصوت بيقطع من سمع. ما تاخدش معلم عندي مشكلة. انا عارف انك انا هتوصل واحدة بالليل. منسي منسي بس سيب الراجل يسأل سؤال وهندردش احنا مع بعض بعد اللايف. عم يوصل صوته؟ انا عاتب يا منسي. حبيبي يا علي، اتفضل يا علي. هلا انا في عندي مثلا ريدمي، اليوم اجاني واقع بالمي. فكيت الجهاز كان طافي نهائيا، فكيت الجهاز. جهاز الاول يا علي، جهاز الاول عشان ما سمعتكش. تمام هيك عم يجي الصوت؟ سمعك سمعك. سامعينك. نوع الموبايل ايه؟ نوع الموبايل. ريدمي نوت 8 برو. ريدمي نوت 8 برو، تمام. تمام. فكيت الجهاز نظفته على 24، اشتغل الجهاز معي، اشتغل على لوجو ريدمي، اشتغل شي 30 ثانيه ويرجع يطفي الجهاز. تمام. فكيت في جنب اي سي الباور في مكثفات وملف، حاولت غير المكثف والملف لكن الجهاز ظل نفس المشكله معي. حاولت وصل لمخططات او لشيء وصل لحل يعني ما اظن، يعني صارت معي هالمشكله صار 4 مرات. يعني فك الجهاز بوصل لا يعني شلون للباب برجع لورا ما بحس اكمل. تمام. طيب انا مش حابب اتكلم في اطلع اجهزه على النهارده ولا حتى اسال باشمهندس احمد ابو هاب فاطلع اجهزه النهارده، بس اللقطه احنا ممكن نلخصها بشكل عام. باشمهندس احمد ابو هاب معانا ولا مش معانا؟ معاك يا باشمهندس. انا سؤالي بس سؤالي أمين. طيب لحظه واحده يا علي، احنا ممكن نختصر سؤالك يا علي في قصه اللي هو ان الجهاز الاندرويد اللي ما بيكملش فتح او ما بيكملش اقلاع بيفتح 20 ثانيه او 30 ثانيه ويرستر، الحاله دي الباشمهندس احمد بشكل عام بيتعامل معاها ازاي؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام نسمع. قول. تمام. هو اولا الجهاز بيرستر ولا الجهاز بيفتح على اللوجو وبعد كده يفصل؟ لا بيفتح مع اللوجو تاني. لا ما أيوة. ما بيرجع بيشتغل، ما بيشتغل مرات يعني بس مره ما بيرست يفتح معاه قوي يعني اذا بيجيب اللوجو وبعد كده يفصل. تمام. طيب يفصل. هنا بقى السؤال، انت شايفه على البطاريه، هل الجهاز على الباور سبلاي لما بيفصل بيبقى 0 امبير ولا الجهاز بيكون لسه ساحب على الباور سبلاي فبيكون 200. وقتها العطل متطلب سوفت وير، يعني اذا الجهاز بيفضل شغال بعد اللوجو ما يختفي؟ ايوه الجهاز حتى اذا ما عطيته اذا ما عطيت كبس على الباور نهائيا فيك، يعني بس نعطيت الموجب والناقص بس حطيت عريش البطاريه الجهاز مباشر بيسحب امبير. يبقى اذا انت كده في قصه، مش قصه ريستارت ولا قصه جهاز بيشتغل ثم بيطفي، انت في قصه جهاز بيسحب تلقائي بمجرد توصيله بجهد البطاريه، صح كده يا باشمهندس عمر؟ تمام بالظبط، يعني انت كده بمجرد سحب تلقائي. تمام. سحب تلقائي دوت عباره عن صغيره. انا بدي منك قصه صغيره بس انه يعني الاجهزه بتجيني هيك كيف اتعامل معها، يعني مقطع قصير جدا، انت وقتكم كثير ضيق، انا ما بدي ضيق عليكم، يعني بدي منك مقطع قصير بس فهمني بالموضوع ولا يهمك. انه اذا اجاني نفس الجهاز كيف اتعامل معه؟ ولا يهمك. اولا لو جالك الجهاز بعد بيعمل كده بعد الضغط على زرار الباور دي قصة، لو جالك الجهاز بيعمل كده بمجرد توصيله دي قصة تانية خالص. لو بعد الضغط على زرار الباور وبيفتح وبيفصل حطه على الباور سبلاي، لو زيرو أمبير يبقى كده عندك خلل في اي سي الباور، وده بيحصل في معظم أجهزة الأندرويد نتيجة دمج الصوت اللي هو الأوديو داخل اي سي الباور ووضع الجهاز على سماعات او صب صيني، فبتلاقي انفينكس وبعد كده بيفصل وزيرو امبير، هواوي ويفصل وزيرو امبير وهكذا. اذا كان الجهاز لسه شغال على الباور سبلاي وتحملته شغاله ولكن اختفى معاك اللوجو، بتتعامل معاه زي ما بنتعامل في اجهزه ابل، وبنبدا باول حاجه ان احنا نعمل له سوفت وير، وفي الوقت ده لما بندخله على وضع من اوضاع السوفت وير ويفضل مستقر وما يختفيش الوضع، كده معناه ان الجهاز ممهد لسوفت وير زي الفاست بوت زي الداونلود مود زي اي وضع من اوضاع السوفت وير. اما بمجرد توصيل جهد البطاريه الجهاز يسحب مني من الباور سبلاي، يبقى انا كده عندي مشكله في خط البطاريه. المشكله دي ممكن تنقسم الى تسريب، بس الجهاز مش هيفتح 50 ملي امبير 60 ملي امبير، وممكن تنقسم الى ان الجهاز يفتح ويجيب اللوجو اكنك ضاغط على زرار الباور، فانت هتروح تماما عند زرار الباور فلان
كاتب زرار الباور اتصال زرار الباور باي سي الباور من مكثفات، لان الزرار لو عامل شورت انت كده ضغط على الزرار بشكل مستمر. مسار زرار الباور لو في تسريب، تسريب مش شورت هيعمل معاك كده، وبيحصل معانا في تابلتات كتيره، وبيحصل معايا في اجهزه شاومي، ان انا رحت لقيت زرار الباور ممنعه، والفولتيه عند زرار الباور مجرد ان هي فيها تسريب، يعني اقل بواحد فولت من الفولتيه الطبيعيه. رقم ثلاثة ان انت يكون عندك مكثف على زرار الباور قافل لك الدايره، مع ان الزرار سليم ومرفوع اصلا من التليفون. فانت كده بتتعامل مع عمليه سحب تلقائي بمجرد الوضع التليفون على الباور سبلاي مع تشغيل ووجود لوجو. اللوبينج اللي بيحصل معاك دوت نتيجه مشكله وخلل فيما بين اي سي الباور الى زرار الباور، تسريب مسار شورت في مسار، او زرار نفسه عامل شورت وملمس طرفينه ببعض. الله ينور عليك يا باشمهندس. الله ينور عليك يا استاذ. الله ينور عليك ويفتح عليك يا رب. تمام. امين. جدا جدا تمام. جدا وانت لخصت الموضوع من الالف لياء. الله ينور عليك يا باشمهندس. شكرا كتير يا استاذ. شكرا. الله يعطيك العافيه وقويك ونور عليك. شكرا يا استاذ. شكرا. الله يعطيك العافيه. عايزينك بقى تتابع معانا على الفيسبوك او على اليوتيوب عشان نتحمل مكان ثاني يدخل. انا من متابعينك من 4 سنين، من 3 سنين تقريبا انا متابعك على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. الله شكرا يكرم. شكرا الله على راس. الله يسلمك حبيب. الله يكرمك. معانا الاخ العزيز احمد ربيع، منور البث يا عم احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حبيت اخش في الاخر عشان اسلم بس على اخواتي. اولا انا بسلم عليك يا ابو يحيى حبيب، والنهارده عيد ميلاد ابني يحيى حبيب. الله يبارك لك. تمام. الله يبارك لك. وسلم وانت بصحة وسلامة. وسلم على حبيب ابو مازن، يعني صديقي العزيز واخويا. وانت بصحة وسلامة حبيب قلبي يا ابو المهندس. المهندس علي عبد الفتاح حبيبي يا ابو حميد. والرجولة والجدع اللي هنزله اسكندرية عشان يوكلنا سمك على حسابه محمد. منسي تدبس خلاص يا باشا. منسي تدبس خلاص بس. ده منسي نص مصر. منسي بيخلع من العزومات من لا 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 لا. عارف ان انا في اسكندريه ما عبرنيش احمد ابو وهاب. عارف ان انا في اسكندريه قبل ما اوصل اسكندريه كان واقف مستنيني. لا 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 لا. المنشي هناك فار اول ناس تانيه في اسكندريه احمد ابو وهاب كان واقف مستنيني. اول ناس تانيه وصل المنشي. عارف ان انا نزلت اسكندريه ما رفعش عليا سماعه التليفون. روحت من المنسي. تعال الا المنسي. لا لا لا. الا العاق المنسي. وصلت. لا 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 لا. افرع المايك. افرع المايك. لا لا لا. ما يتكلمش خالص لحد اخر اللايف. احنا عندنا في الصعيد بنقول ان لما يكون واحد رجوله زي محمد المنسي نقول عليه دي بالجبل. ماشي دي بالجبل. لا لا دي بالجبل يعني محمد المنسي. تمام. خلي الدردشه الجميله ديت في الاخر عشان في معانا واحد عاوز يسال. اولا انا بس كنت عايز اتكلم على نقطه المهندس احمد عبد الوهاب والابحاث اللي بيعملها في بروتوكول الام اي بي اي. تمام. ده بيفتح علينا يا باشمهندس عمر ان احنا نعمل ابحاث ثانيه على مثلا لو اشاره الريست مثلا في بعض الاوقات ما بنلاقيهاش طالعه من في بعض الدوائر. يعني مثلا كان في موجود اساسا يا احمد وحله مشهور قدام الناس على النت. بالظبط. لا مقصود انا بقصد في الاول يعني المكان او اول لما طلع في الاول. يعني خلينا منصفين. ما نقولش على حاجه ان احنا هنعمل عليها بحث انا لو كانت حاجه جديده. لا احمد عمرو عمل ام اي باي جديد مع العلم. وانا بقولها قدام احمد اهو انا ليا بعض تحفظات على البحث بتاع احمد عبد الوهاب بس. تمام. شيء جديد يحسب. لا لا انا 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 بغض النظر عن يحسب معلش يا باشمهندس عمر. انا بغض النظر يحسب لاخوي احمد عبد الوهاب او لا. انا بتكلم على فكره ايه معلش. ما هو احمد عبد الوهاب هو احمد عبد الوهاب بدون البحث ده عمله او ما عملوش. هي يعني القصه مش كده. هي القصه قصه ايه؟ انما اشاره رست في الاول العطل ده كان لسه جديد في الاول. كنا احنا مندهشين ولا لا؟ ونقدر نقول ان احنا لنا برضه كلام عليه. لكن هو اثبت فاعليه في السوق وبيحل يا احمد يا ربيع. لحظه واحده مع احترامي يا احمد يا ربيع. قصه مندهشين انا ما اندهشتش لعده اسباب. لا لا ما اقصدش. لا لا ما اقصدش والله. لسبب بسيط خالص يا احمد. لسبب بسيط خالص.
انا دارس الموضوع من الالف للياء، فهمتني؟ تمام. انا اندهش امتى؟ اندهش لما يبقى الموضوع جديد عليا. لكن في فرق بين الدراسه والاندهاش، وصلت الفكره؟ ايوه تمام. بفضل الله الواحد دارس الموضوع ده من الف للياء، فالعمليه بالنسبه لي ما كانتش عمليه اندهاش، انت فاهمني؟ ف النقطه دي في فرق بين حد ما درسش وبيعمل بحث وبيجتهد، وفي فرق بين حد درس وبناء عليه بيطلع نتائج علميه دقيقه، فهمتني؟ بالظبط 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 بالظبط. لا المفهوم اللي انت بتقوله دلوقتي يا احمد هو عمليه نتائج ابحاث دون دراسه، وصلت؟ زي ايه مثلا؟ يعني انا هديك مثال بسيط خالص، تمام؟ اتفضل. كان عندنا جهاز هنا صيانه في المركز، تمام؟ الجهاز ده بمنتهى البساطه الباشمهندس انا اشتغلت فيه فتره، تمام؟ جهاز كان جاي فاصل باور، بفضل الله شغال الجهاز باور، كان جهاز ايفون اكس اس. بعد كده الجهاز التاتش. اخذت خطواتي فيه في التاتش كامله لدرجه ان انا زهقت منه. بعد كده الباشمهندس محمد عطيه استلم وبدا يشتغل في دائره التاتش. تقريبا عندي مشكله. بعد فتره اتاكد اختفاء جهد من جهود التاتش 1.1 فولت. تمام. وصلت الفكره وان هو ده اللي مسبب مشكله التاتش. تقريبا بالتجربه وصل له مسار 1.2 فولت اعلى من الجهد بحاجه بسيطه. وصلت؟ تمام. مع مراعاه شرط التفعيل، يعني ان الجهد ده بيخرج في نفس الوقت اللي بيخرج فيه 1.1 فولت. بالظبط. بالفعل الجهاز اشتغل تاتش. هل الكلام ده دقيق 100%؟ لا. لعدة اسباب، لان انت دلوقتي ما عملتش الدراسه الكافيه لتحميل الامبير على المسار ده، وهل ده هيضر بالجهاز بعد كده ولا لا؟ وصل. فاحنا لما بنعمل ابحاث يا عم احمد، الابحاث اللي احنا بنعملها بنبداها بمستوى فني، ولازم دي تكون البدايه ان انا اجرب على المستوى الفني. بعد ما بجرب على المستوى الفني ببدا اجرب على المستوى الايه؟ الدراسه او المستوى العلمي. ده شيء. ليه بقى؟ لان ممكن واحد يسمع كلامك دلوقتي بمنتهى البساطه ياخد اي خلل يحصل له في الموبايل عنده جهد ناقص يروح يجيبه من اي حته ثانيه. ويرجع مع عمر منيع او احمد عبد الوهاب عمل كده. وصلت ولا ما وصلتش؟ ساعتها هتتلزق في عمر منيع واحمد عبد الوهاب. لا العمليه مش كده خالص. العمليه لا انا عايز اقول حاجه. احنا بحث فني بالاسلوب السهل، وبعدين بنبدا ندرس التاثيرات بتاعته. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصل. انا اللي عايز اقوله يا باشمهندس عمر حاجه بس، واخد بالك ان هو حضرتك احنا دلوقتي مبدئيا، انا معلش انا هقول لحضرتك حاجه. زمان مثلا في النوكيا على سبيل المثال الN70 كان نازل بمعالجين. انا مش عايز ارجع. معلش بس يعني سيبني يعني 10 ثواني بس هقول لك موقف، يعني هقول لك حاجه بس لحظه قعدت استنى بس اعطيها لما احمد ربيع يخلص، لان احمد مصر يرجعني للنوكي. انا مش عايز ارجع. لا 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 بس لحظه بس يعني سيبني دقيقه بس خمس ثواني. انا دلوقتي معلش بس هو دلوقتي مش فيه فولتيات، كنا عارفينها من ايام النوكيا ان في فولتيات بتطلع مع اي سي باور اثناء التشغيل، وفي فولتيات بتطلع مع اي سي مع تشغيل الوظيفه. يعني على سبيل المثال مثلا كان فولت البيانات بيطلع مع تشغيل الباور على طول، اول لما تدوس مفتاح الباور فولت البيانات يطلع. ممكن فولت الكاميرا او فولت البلوتوز او فولت الواي فاي كان يطلع بعد ما انت تشغل الواي فاي او تشغل الكاميرا. تمام. الفكره اللي انت اتكلمت عليها انت في البحث بتاعك انت والمهندس محمد عطيه دي حته انا فاهمها واضحه لي تمام 100%. انا اللي عايز اقوله ايه ان احنا مثلا معلش كل حاجه بتطلع في الاول احنا عايزين ان موضوع البحث ان يطلع احنا نجربه. احنا ما قلناش ان كل حاجه صح، لا احنا ما قلناش كده. احنا بنقول ان الكلام يخضع للبحث ويخضع للتجربه ويخضع للتاثير بعدين. هل بعدين العميل رجع بمشكله تانية؟ يعني هل انا ما عملت التعويض ده العميل فيه مشكله؟ ما انا ممكن اعمل معلش البي كيو اول لما نزل جديد. طبعا انا بسلم على المهندس محمد عطيه طبعا، يعني استاذ كبير وانا بسلم عليه بصراحه. شوف منكوش ازاي. تمام. المهندس محمد عطيه اهلا وسهلا بيك. اللي احنا عايزين نقوله يا ابو يحيى ايه؟ ان احنا معلش بعد اذنك عندنا بعض، يعني مثلا البي كيو اول لما طلع جديد ما كانش ليه موجود في السوق، كنا بنعمل له مثلا تعويض ان احنا نوصل الخارج الداخل بالخارج. تمام. طب ما معلش كان بيخلي الشحن يسخن ويخلي الكابل يسخن. احنا اللي قلنا ان الشورت ده او الكوبري ده التعويض عنه مش نافع، لان هو ما اثبتش فاعليه مع العميل. هي كل حاجه
ضد النظريه بس ثبتت كفاءه مع العميل، انا من النهايه هاخد عليها فلوس، هصلح التليفون. يعني هي دي الفكره انا بتكلم عنها، ان حتى لو المعلومه معلش بس يا احمد معلش طب اكمل بس اكمل يعني انت لو عملت مثلا لو انت محمد معلش انت الكوبري اللي انت عملته انت والمهندس محمد عطيه واثر على التليفون او تشغيله وخلى التاتش يلعب، كنت انت هتخلي الكوبري موجود ولا تشيله؟ لا هشيله طبعا. لا بالظبط هي انا ما حطيتوش راسك كده، انا قست ممانعات وكلها سليم، قست بورطيات على حسب وضعها كلها سليم، فما فيش هنا ان انا اخد السيكونس بتاع التاتش نفسه. ومين بالظبط الكلام ده؟ انا الكلام ده يا شيخ الفولت بيخلص المفروض ان هو بيطلع عشان يفعل فولت تاني وبعد كده يستمر بناء عليه اللي هي نظريه الاي او وجيها عندها بالظبط. بالظبط الاي او اللي هو الان والاوت بالظبط. معلش انا واخد بالي ده، انا واخد بالي من كل ده، خلي بالك يا باشمهندس احمد عشان ما نضيعش وقت في جزئيه ممكن ما تفيدش الحضور بشكل عام، فهمتني؟ انا عايز اقول لك نقطه بسيطه خالص. اتفضل. اللي يقوم بالابحاث رقم واحد شخص دارس، رقم اثنين شخص متخصص، رقم ثلاثه شخص ذو خبره، خروج البحث للنور بعد التجربه فتره لا ومعلش وانا هزود عليك يكون من الاشخاص المعتبرين في المجال، اثنين يعرضوا على الناس كلها. معلش الناس كلها لها اعتبارها والناس كلها على راسي من فوق. انا هروح اشوف الشجره. انا لو في عيل صغير طلع النهارده عنده 10 سنين بيقول لي انت هتوصل جهد بكذا بجهد كذا انا وصلته ونجح معايا، ده جزمته على دماغي من فوق، ده له اعتبار. مقصودش المعنى ده وصلت. انا مقصودش المعنى اللي انت فهمته، انا اقصد ايه ان هو يكون مثلا برضو ليه يعني ليه فتره بيبحث، جربه على اكتر من جهاز، اشتغل مع اثبت كفاءه مع العميل. يا باشا مع احترامي اتفضل. في حاجات كانت ايام زمان لما انت بتتكلم بقى في الان 70 والكلام الجميل ده، ايه اعرف الناس العطل بتاع تضرب ثلاثة تيجي تعمل اتصال تلاقي الجهاز يوم ضارب 3-5-8 ويوم فاتح الاستوديو ويوم قافل المكالمة. ايه اللي عرف الناس ان ده كان من الصاجة اللي تحت الكباد؟ ما هي تجربة. بالظبط. ما اقدرش اقول على التجربة دي بحث. لا طبعا. تمام. انا مش هضيع وقت البس يا احمد في شيء مش هيفيد الناس في حاجة. فهمتني ولا فهمتنيش؟ انا عايز وقت البس يا احمد في شيء مفيد. ايه الشيء المفيد؟ ان يبقى في استفسار. احنا عاملين بس النهارده على الاجهزه الاندرويد، يبقى في استفسار في الاجهزه الاندرويد نقدر نرد على الناس فيه ونقدر نفيد الناس فيه. قصه الابحاث باشمهندس احمد عبد الوهاب مشكورا عمل بحث اليومين دول يحسب له ان هو طفره في المجال، بحث الام اي بي اي مع وجود بعض تحفظات على البحث ده ممكن نتناقش فيها على الخاص لكن مش قدام على العام. وصلت الفكره ولا ما وصلتش؟ ها تمام. هي تجربة تخضع للتجربة والنتائج ونشوف تأثير النتائج دي على الموبايل بعد كده. وصلت بالظبط. بالظبط ده انا بتكلم عنه، ان احنا نعمل حاجة وبعد كده نجربها وبعد ما نجربها نقول تعتمد او لا. عشان بس احنا ضيعنا حوالي 10 دقايق ما لهمش لازمة دلوقتي يعني من وجهة نظر. لا لا وصلت ولا ما وصلتش؟ لا وصلت. انا عايز اقول على حاجة يا باشمهندس. انت يا عمر احنا قاعدين عشان نتجمع كلنا كل واحد يقول المعلومه اللي عنده وكل واحد يقول. لا 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 هي مش قاعده على المصطبه يا مانس، قاعده بلد على المصطبه، قاعده بلد على المصطبه مش في البث عندي. اسمعني بس، مش عندي في البث يا مانسي. يا عمر بص بقول لك انا اخر منك هنا. عمر انا اخر منك هنا. في واحد عمره المعلومه تفيد الناس. عايز اقول حاجه. اتفضل يا باشمهندس. اولا بقول معلش انا اسف، انا هشوف تاني كل اللي حصل ده لان انا النت قطع عندي ولسه راجع دلوقتي حالا في اخر حاجه بتاعت ايه البث والمعلومه. بس في نقطه اللي انا فهمتها ان الكلام كان على موضوع الابحاث، فانا عايزين نقول كلمه واحده بس. هو البحث دوت ايا كان نتيجته وايا كان محل دراسته ايا كان وقته ومجهوده، هو لازم في الاول خالص يكون له سبب وبذره. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ما روحتش الميبي عشان الميبي بحبها، لا انا رحت الميبي عشان انا دلوقتي قاعد قدام جهاز عندي مشكله مش عارف احلها، فبدات اشغل دماغي بس. يعني مش بفكر يا ترى هيكون البحث في ايه، لا البحث بيكون او حتى تجربه الواحد الشخصيه بتكون في الحاجه اللي هي عامله قدامه حائط سد اسمها مستحيل، فانت بتحاول تفكر والله ازاي ملهاش طب فكره،
طب ما تجيش كده، طب ما تيجي نذاكر الموضوع، طب الموضوع مذاكرته بتقول كده، طب ما تجرب. فبتبدا تطلع بنتائج. انا اول ما بطلع بالنتيجه الساعه 3 3 و10 بتكون بين ايد الناس. ليه؟ لان مستحيل اجرب على كل الاجهزه اللي في العالم، ومستحيل هشوف الفيدباك دلوقتي حالا. انا لما بعرض الفيديو بيكون لسه حالا النتيجه طالعه. المقصود بقول للناس جربوا، والله انا وصلت للنتيجه دي وشفت ان هي لو طلعت ناجحه هتوفر حفر المعالج، خلاص انا عايز. بس انت بتعرف الناس، بس انت بتعرف الناس الاول ايه يا باشمهندس احمد؟ ان دي تجربه تخضع للتقييم والبحث. دي تجربه تخضع ليه؟ للتقييم طبعا والبحث. الله يبارك لك. يعني ده مش حل قطعي، يعني انت اصلا لما تقول ان ده مش حل ايه قطعي. وصلت الفكره ولا ما وصلتش؟ ومش معلومه، ومش ايوه، ومش معلومه، بدليل ان انا في اخر الفيديو بقول ارجو من الناس البحث للوصول الى معلومه كامله. ده معناه ان المعلومه لسه ما اكتملتش. الله ينور عليك يا باشمهندس. التجارب والفكر في هو ده اللي هيوصلنا في الاخر لحاجه. فانا لما بعرض تمام. الموضوع انا بعرض للناس تجرب، بس انا جربت تمام. كذا ونفع معايا وهتابع، وانتوا كمان جربوا وتابعوا، انما مش معلومه. تمام. طيب ممكن بقى حاجه اكبر بحاجه صغيره. باشمهندس احمد ممكن الموضوع البحث بقى وناخد استفسارات عشان ما نضيعش وقت كتير في نقطه. بالنسبه لنا شايف ناس موجوده اهي. في باشمهندس مصطفى معانا اهوت داخل من شويه. مصطفى سالم تمام اتفضل. باشمهندس مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. استاذ عمر واستاذ احمد ومهندسين الغيم منورين الدنيا والله. الله يكرمك يا رب. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. انا استفساري في نقطتين صغيرين كده. ازاي نشغل اجهزه الاندرويد على الباور سبلاي؟ ده حاجه. تاني حاجه، اعطال الشبكه في الاندرويد. تالت حاجه اسال خاص بالمهندس احمد، الممانعات على برنامج الفيروكس هندسه، كلمتك عليها كذا مره. على برنامج ايه؟ الفيروكس اللي بتاع الايفون. إيه؟ الايفون هندسه، البرنامج المجاني اللي حضرتك نزلته. بالظبط كده تمام. ماله مالها مالها الممانعات؟ نشغل عليه ازاي؟ نشغل عليه ازاي؟ انا سالتك السؤال ده اكتر من مره. في فوق ايقونه في اول البرنامج، بتحط بس قدامها مربع بتحط فيه علامه صح، بيبقى مكتوب عليها دايود فاليو، بس مجرد ما تعمل عليها علامه صح بتلاقي كل نقطه نزل عليها الممانعه. اغلب الموديلات غير مدعومه. بس انا جربتها مش شغاله هندسه يا حبيبي. اغلب الموديلات غير مدعومه على الفون بورد. اغلب الموديلات غير مدعومه على الفون بورد. عندك ايفون 6 بس هو المدعوم، فوق كده مفيش ممانعات تاني عشان ما تقعدش تدور كتير. هو بيتكلم على ريفوكس. ريفوكس ولا فون بورد؟ ريفوكس. لا ريفوكس. ريفوكس بيتكلم على ريفوكس، بيعلم على علامه دايود فاليو. جربتها مش شغاله هندسه. ممانعات لو مش كده اعمل اكونت تاني. خلاص اعمل اكونت تاني، كده كده الموضوع بالنسبه لك مجانا. اعمل اكونت تاني وملوش دعوه بالكمبيوتر بتاعك ولا المذر بورد ولا اي حاجه، ما فيش اي مشكله. اعمل اكونت طيب. تاني وتابع معايا على الخاصة مصطفى. اما بالنسبه لنقطه ان انت قلت تقويم الاجهزه طبعا انا جربت الكابل اللي هو الازرق دوت، ده ما ينفعش. الموضوع كله بينحصر في ان معلومات البطاريه بتكون غير واضحه بالنسبه للجهاز من الباور سبلاي. يعني هو مش محتاج بيرستر معانا فعلا او بيصحى. بالنسبه للاجهزه البطاريه الداخليه مش بقى بالظبط كده، او حتى بيعمل سحبه وبينزل تاني، او سحبه وبيقف، ايا كانت ايه. الموضوع كله ان هو الجهاز عايز معلومات البطاريه، والمعلومات دي مش هيقدر يستمدها غير فعلا من بطاريته ومن خلال المكونات الموجوده على فلاتة بطاريته. فانت هتتحايل عليه بتركيب بطاريته. ازاي؟ انا لو ركبت البطاريه في الجهاز ووصلت الجهاز على الباور سبلاي، اذا تساوى فولت الباور سبلاي بفولت البطاريه هتكون قيمه سحب الامبير للبطاريه زيرو، وبناء عليه هيكون الجهاز ممهد بزيرو امبير، لان انا لما اضغط على زرار الباور اسحب امبير من الباور سبلاي، ولكن يكون الجهاز الباور سبلاي اخذ في حسبانه وجود باقي معلومات البطاريه واتصال اطرافها. يعني تاكد ان بطاريتك وصلت ل 3.8 وخلي باور سبلايك على 3.8، ووصل بطاريه الجهاز في الجهاز عادي جدا، ووصل الجهاز موجب الباور على موجب الجهاز وسالب الباور على سالب الجهاز من التست بوينت والارضي، هتلاقي قيمه الامبير بيساوي زيرو. طالما فولت الباور سبلاي هو فولت البطاريه، اضغط على زرار الباور. حاليا انت بتقوم الجهاز بالباور سبلاي، بس الجهاز شايف انه بيقوم ببطاريته. ليه؟ لانه عنده موجب الباور وسالب الباور،
والنقطتين التانيين اللي في البطاريه واخد معلوماتهم من فلات بطاريته، ومفيش جهاز بطاريه داخليه هيجي لك من غير بطاريته. اما بالنسبه لعمليه الشبكه زي ما انت قلت في الاجهزه الاندرويد، فانت حاليا حتى في الموديلات الجديده هتلاقي الموضوع دايما مقسم الى ثلاث ICs مهمين جدا. الاول لازم تروح تعرف في الشبكه يعني ايه فلتر، والهاي باس فلتر واللو باس فلتر لازم تفهمهم كويس قوي في تمرير الترددات العاليه والمنخفضه. دي حته ممكن تسرش عليها هتلاقي لها فيديوهات وتقدر تشوفها كويس. وبعد ما تعرف الفلاتر تبدا تتعامل مع ثلاث اي سيات اللي هم اي سي الاف ام الاف اي ام اي دي اللي هو فرونت اند ميديول انتجريتد دوبلكسر، وده اللي بيمثل معاك الانتنا سويتش وبيكون دايما في المنتصف، والاي سي اللي بيكون على يمينه دايما اللي هو ام 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 بي اللي هو مالتي مود مالتي باند، وده بيمثل بالنسبه لك الباور امبليفاير. واخيرا على الناحيه الثانيه من الانتنا سويتش بيكون معاك الترانسيفر او اي سي الار اف. طب شوف كولكشن كده تمام. دي ثلاث اي سيات ليهم علاقات ببعض. الثلاث اي سيات دول لو حضرتك عرفت الاول الفلاتر وقريتك بس عن الهوائيات وعمليه التقاط الشبكات هتلاقي ان التغذيه بتاعتهم كلهم من الباور مانجمنت الاي سي الاصلي، يعني مفيش باور مانجمنت منفصل زي الايفون. هتلاقي ان الكنترولنج بتاعهم ار اف اف اي 0 1 و 2 بيجي كنترولنج من المعالج الرئيسي، ما لهمش معالج لوحده زي البيس باند سي بي يو. وعلاقتك دلوقتي مع الثلاث اي سيات دول على انك تشتغل على الباندات بتاعتك زي الميدل باند واللو باند مش الهاي باند. ده ملخص سريع بس كده ازاي يكون مفتاحك لدايره الشبكه في الاندرويد. تمام شكرا جدا لك ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الحاجات دي هتلاقي الموضوع منفصل باور بيس باند وبيس باند سي بي يو. شاكرين جدا ليك يا باشمهندس احمد، اتمنى اكون وفيت معاك في المفتاح. الراجل سال ثلاث اسئله وانت ما شاء الله رديت على الثلاث اسئله في اقل من 10 دقائق. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك لك. جزاك خير يا هندسه. تمام هنستأذنك بقى مصطفى هنخرجك من البث عشان حد غيرك يقدر يدخل. مفيش اي مشكله بس شكرا. الله يبارك لك يا رب. وهتكمل معانا بقى على الفيسبوك او على اليوتيوب. وصلت ان شاء الله. تمام حبيب. مع السلامه حبيب. الله يكرمك. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. في معانا مين تاني عايز يسال؟ في واحد معانا شايل صورته اسمه محمد سعد. محمد تمام. محمد سعد ايوه محمد سمعنا؟ اتفضل. ايوه انا سامعك. انت سامعني؟ اه سامعك. سامعك يا محمد. اسال سؤالك يا محمد. تمام. هو في احيانا في اجهزه الشاومي بيجي يقف على اللوجو الثاني، على اللوجو شاومي الثاني، ساعات تبقى تلف في الذاكره. طب لو هنا الذاكره سليمه ايه اللي ممكن اتجه ليه؟ تمام. اولا هو ساعات بيبقى تلف في الذاكره، انت بتعرفه ازاي؟ احنا بنعرف الذواكر عن طريق المعالجات. كل معالج بيلعب معاه ذاكره معينه بيكون تلف الذاكره بالنسبه له. لو الجهاز فاصل باور بيكون ليه سحبه معينه على الباور سبلاي، هتعرف السحبه دي طبعا مش هقول لك عليها، لسبب ان انا عايزك كل ما ترفع ذاكره توصل الجهاز على الباور سبلاي وتشوف الجهاز بدون ذاكره بيعمل ايه. ادي واحد اعتمادا. ايوه تمام. انا مسجل السحبات دي عندي. سجل جنب السحبة نوع المعالج. أما إذا كان الجهاز بيفتح معاك وبيقف على اللوجو فأنت عندك مشكلة في الذاكرة، فأعتقد أن أنت كده الذاكرة بالنسبة لك لمجرد أن أنت جالك الملف بتاع البوت، لأن أنت عندك ترتيب خروج أوامرك من الذاكرة. في الناس كمان بتاعت الذواكر هتفيدك فيها أكتر مني بكتير، ولكن بمجرد ما أنت شفت ملف البوت. أنا رفعت الذاكرة وشيكت عليها. تمام تمام. عليها تمام. احنا عايزين بقى نقول ايه اللي مخلي الذاكره السليمه بيقف على اللوجو. ليه الجهاز واقف على اللوجو في حين ان الذاكره سليمه؟ حاجات كتير جدا ممكن توقف الجهاز على اللوجو. ايوه حاجات كتير ممكن توقف الجهاز على اللوجو وتكون بالنسبه لك انت عندك حاجه نيسيسري، لان انت اثناء عمليه الاقلاع وفي حاله ان انت وانت بتبوت الكيرنل بيكون السي بي يو ده عنده حاجات نيسيسري وحاجات ان نيسيسري، يعني حاجات ضرورية وحاجات غير ضرورية. فشفنا في الجي 355 ان التاتش ممكن يوقف الجهاز على كلمة سامسونج. ده معناه ان وجود اي سي تاتش داخل دايرة منظومة الاقلاع في ملف بوت الكيرنل. يا
الشبكه قطعت تشيل جميع المرهقات. يعني كتير جالي اجهزه. سامعني كده يا باشمهندس؟ كمل يا احمد. كمل انت كده الشبكه عندك راحت تمام. سامعك تمام. وقوف الجهاز على اللوجو في حاله سلامه الذاكره. لازم الاول تتاكد من نزع جميع الملحقات اللي ممكن تعمل معاك مشكله. يعني اي ملحق موجود، الكاميرا ممكن توقفك على اللوجو، التاتش ممكن يوقفك على اللوجو، اي زرار عندك فيه خلل زي زرار اتجاه فوق او تحت ممكن يوقفك على اللوجو. في مشاكل كتير جدا ممكن توقفك على اللوجو حتى في سلامه الذاكره. فهتبدا بقى طبعا هنا استخدام الخبره لانك تاكدت ان الذاكره سليمه. بدايتك هتكون بالفحص العيني للبورده، لان الذاكره سليمه والبورده واقعه في ميه ممكن تقف على اللوجو نتيجه تلف اي سي معين. رقم 2 هتقوم بنزع كل الملحقات من البورده، توصيل البورده على الباور سبلاي مع الشاشه بس، وتبدا تشوف هل اثناء الوقوف على اللوجو في خلل في اي قطعه ولا لا. غير كده يبقى انت محتاج تقرا ملف البوت عشان تعرف هو حاليا الجهاز وقف فين. يبقى احنا محتاجين كابل دي سي زي بتاع الايفون للاندرويد، وهو ده اللي هيكون بالنسبه للاندرويد الانتقال من مرحله الخبره والشفافيه الى مرحله انك انت تكون شغال صح. هل حتى الان تم انتاج شيء اقدر ان انا اقرا بيه معلومات الجهاز كلها اثناء عمليه الاقلاع زي ما بيحصل في الايفون؟ للاسف لم يتم، انما في اعطال انت هتقف عندها. هو موجود يا احمد بس موجود للتوكيلات فقط. يا احمد هو موجود بس بالزبط. موجود للتوكيلات فقط. أيوة. يعني غير متاح للجمهور الفني. بالظبط كده. التوكيل انا دخلت بالجهاز S6EG+ مقوس، شاشه وبورده وظهر بايظين وبطاريه، اسف شاشه وبطاريه وظهر، وقال لي 5 دقايق، وبعد 5 دقايق طلع قال لي البورده بتاعتك سليمه. انا فهمت انه قراها، انا تاكدت ان هو قرا الجهاز وعرف وشيك شيك عليه كله. انا ما عنديش الامكانيه دي دلوقتي، هو مازال عنده الامكانيه. تمام. طيب شاكرين جدا ليك باشمهندس محمد سعد. شاكرين جدا لحضرتك، واستاذنك بقى كمل معانا البث على اليوتيوب او على الفيسبوك تمام، عشان ندي فرصه لغيرك يقدر يخش ويستفسر ويتكلم معانا تمام. محمد لؤي الزهبي حاجز مقعد للاسئله من قبل ما البث يبدا ب5 ساعات. يعني مش عايز اقول لك ان هو يعني ايه مربط على السؤال، فعن سؤال زنقه كده انت فاهم في الاندرويد، حاجز المقعد قبل ما البث يبدا ب5 ساعات. قال لك انت كل مره ما بتطلعونيش. اتفضل يا عم محمد. تحياتي اول شيء للجميع ان شاء الله، هيك ومبسوط جدا جدا بالمقابله معكم. يعني اشاوس الصيانه، الله يخليكم. الله يخليكم. اهلا وسهلا حبيبي، الله يسلمك. سؤالي استاذ احمد، واجهني من فتره عطل شورت بجراند برايم بلس، معالجه بيجي ميديا تك، فقدرت احصر العطل بالنهايه بخط اسمه VDD VIO 18 1.8 فولت. فهذا هو يعني حسب تجربتي ومعرفتي بالمخططات انه قدرت اعرفه انه هو هل هو اسمه فعلا خط مقاطعه فولت، يعني هيك اسمه العلمي، ولا شو اسمه هو بالضبط؟ هو اي او انبوت اند اوت بوت. اي او في دي دي اي او ده فولت. احمد ابو هاب. أيوه. هو اسمه بالضبط في اي او. شفت لحظه واحده نقطع استفسار. ده جهاز واقف على الشعار، وده اللوج بتاع الدي سي اس دي او كابل اليو اي ار تي في الاجهزه الاندرويد. باشمهندس محمد عطيه شغال عليه ومطلع النتائج قدامك اهو. وصلت يا ريس؟ تمام. بيلد برو. تمام. ما شاء الله. يعني هنزل لك الصوره كامله لو تعرف. الخلل طلع فين يا باشمهندس؟ الخلل طلع فين عشان الراجل تاني؟ الخلل طلع فين؟ الخلل ممكن يبقى في اكتر من حاجه. ملف الايه؟ البيلد بروب اللي جوه السيستم. ملف البيلد بروب اللي جوه السيستم. وما تسالنيش عن ايه، لان انا ما بشتغلش اندرويد، مش فاهم ليه اللي هو بيحكي فيه اساسا. بيلد بروب. حاضر. بالنسبه لسؤال طيب. محمد اللي هو اللي عنده مشكله في خط 1.8 من 10 فولت VDD IO 1.8 من 10 فولت ده مغذي لمعظم الجهاز. 18 يقصد بيه مثلا زي ما بيخرج الجي بي اي او من المعالج وبيكون عندك اكتر من خط رايح في اكتر من مكان، وكل الخطوط دي في اي او ده 1.8 من 10 فولت.
انت عندك مشكله في 1.8 من 10 فولت اللي هو ممكن يشيل حركه الجهاز بشكل كامل. انا بس سؤالي انه شو معنات كلمه في اي او؟ انه هو خط فولت مقاطعه هيك تتسمى؟ لا، مقاطعه عندنا في الموبايل تقصد بها انتربت. انتربت يعني مقاطعه. تمام. انتربت يعني اي سي بيروح يقاطع المعالج عشان يلتفت اليه المعالج عند حدوث اكشن معين. فمثلا انا بدخل الشاحن فعشان فالمعالج اي سي الشحن عايز المعالج يلتفت له فبيعمل انتربت للمعالج. المعالج طبعا بيكون شغال في حاجات تانية فالمعالج بيلتفت لاي سي الشحن عشان يفهم ان في حاجه دخلت على الكونكتور. لما حضرتك بتضغط على التاتش فاي سي التاتش بيروح ينادي على المعالج او يلفت نظره باشاره الانتربت عشان المعالج يلتفت اليه ويشوف ايه اللي حصل كاكشن من اليوزر بس اللي بينده عليه الاي سي. اما في اي او معناها فولت انبوت اند اوت بوت. ده الفولت اللي بيكون معانا لمعظم الاي سيات 1.8 من 10 فولت اللي بيتم عن طريق التحكم في الاي سيات وتشغيل البروتوكولات زي الاي تو سي وكل ما يحمل 1.8 من 10 فولت في الجهاز. فده طبعا بيبقى اخطر شيء. انت لما بيكون عندك شورت في 1.8 من 10 فولت او قطع في 1.8 من 10 فولت العمليه كلها والمنظومه كلها بتقف لان ده اللي هيكون بالنسبه لك الـ 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 القناة بتاعة الديجيتال والكنترول على الجهاز وعلى الاي سيات من خلال المعالج. فكلمة في اي او معناها فولت انبوت اند اوت بوت زي الخطوط اللي كان بيتكتب عليها في الايفون بي اي فتبقى باي دايركشنال يعني ذو اتجاهين يعني رايح جاي مش في اتجاه واحد. فاي او معناها انبوت اند اوت بوت وواحد وثمانية الله يزيك الخير. واحد وثمانية تحت امرك. الله يزيك الخير حبيبي. صح. يا محمد مبسوط. طيب. يا محمد سلم ايديك. استغفر والله ما قصرت. ماشي تسلم. اتفضل ماشي. هتتابع معانا بقى على الفيسبوك او على اليوتيوب؟ استاذ عمر انا سامحني النت شوي عنا بسوريا تعبان لانه ما فيش مشكله. ربنا يفرج عنكم يا رب وعلينا جميعا يا رب. الباشمهندس احمد متابع معانا من اول دقيقه في الفيديو عن محمد. والباشمهندس احمد شاب من الناس محترمه جدا 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 فوق ما تتخيل. وصلت الفكره؟ فيعني مش عايز اقول لك يعني الراجل ده لو سال في اي حاجه عن محمد مالكش بركه الا هو. حبيبنا حاضر عيني. الله يبارك فيك عشان ما اخدش وقتك كتير هسال سؤال سريع جدا قبل بس ما اسال. تحيه للباشمهندس عمر، تحيه كبيره راجل مصر الكبير ده، وتحيه للاستاذنا الكبير احمد عبد الوهاب وحبيبنا علي عبد الفتاح. اهلا وسهلا بيك. سؤالي سريع علشان ما اخدش من وقتكم. معايا جهازين سوني، مشكلتنا في اجهزه سوني مش لاقي لها مخططات، كلها مخططات يعني حاجات بسيطه، صور حاجات كده اللي هي بتاعت جوجل الحاجات العاديه دي. فمعايا جهازين لسوني، واحد منهم الجهاز شغال عادي جدا ولكن التاتش مش شغال. قلت كان في مشكله، غيرت له اكتر من شاشه نفس المشكله، مش غيرت التاتش لقيتها رايحه على اي سي الباور. فهنا بس سؤالي، هل ممكن اي سي الباور هو اللي يشيل يعني التاتش بتاع الجهاز ده؟ اول حاجه بالنسبه للجهاز ده. هو السؤال الثاني بتاع السوني برضو، جهاز شغال ولكن واقف على 50%، لا بيزيد ولا بيقل، وبرضه مش لاقي له مخططات عشان ابحث وراه. فبعد اذنك يا باشمهندس قول لنا يعني ايه احط ايدي فين عشان ابدا اجري وراه. واشكرك جدا على تعبك. والله انت مشكور ان انت لسه بتشتغل في اجهزه سوني، ده انجاز عظيم لان احنا كلنا تقريبا كفنيين صيانه. سوني بالنسبه لنا سوني بالنسبه لنا دي يعني اللي هو اولا المخططات وعدم وجودها. على ما اعتقد بوكس سي تول موفر مخططات سوني، صح يا باشمهندس عمر؟ انا سمعت المعلومه دي اكتر من مره. هو مش عندي السي تول، انا مش عندي السي تول فما اقدرش اقول موجوده. اكيد دي انواع، هي انواع هي الاجهزه دي موديلاتها ايه؟ السوني الاولاني سوني تي 2 الترا اللي هو الكبير. تمام. تيتو الترا فيها فيرجن، جرب كذا نوع عند كذا تجربه تشتغل معاك. الشاشه بتاعته فيها فيرجن، فيها كذا فيرجن، في حوالي 2 او 3، فهتلاقي حبه شغالين معاك وحبه لا. 2 3 3 الرقم الفيرجن بتاعه 5 2 3 3. ما انت هتدور على الفيرجن وتركي وان شاء الله يشتغل معاك. تمام. الثاني نوعه هو بالنسبه اتفضل. اتفضل يا باشا. الموديل الثاني ايه؟ الموديل بتاع الجهاز الثاني
الموديل الجهاز الثاني جيسي سي 3 سي 3 سي 3 سي 3 يا راجل طيب راجل طيب حرام عليك يا راجل طيب سي 3 ايه يا عم طيب لا ده كده هيسيش احنا على طول روح شيله هناك نزل واحد غيره بس هو خلاص الجهاز ده مات يعني نصيحه مني ما تفكرش ما تصلحوش طيب هو في بس نقطه في نقطه بسيطه هو يعني سؤال باشمهندس احمد الهمني بيه دلوقتي ان انا اسال احمد عبد الوهاب فيه قدام الناس في اللايف باشمهندس احمد يا عبد الوهاب هل دوائر الباور ودوائر الشحن ممكن تاثر على اعطال التاتش ولا لا فاحنا لو اخذنا السؤال ده كده بشكل عام ممكن نطلع اجابه مفيده تفيد الناس ايوه صح وصلت ولا ما وصلتش الله ينور عليك اه صراحه انا عجبني السؤال ده وعجبني طريقتك احنا ممكن نكون ما اخذناش باشمهندس احمد الشهاب سؤال حلو بس هو اوحلنا بسؤال حلو وصل طبعا هو دوائر الباور معاك ودوائر الشحن اتفضل الدوائر بتاعه الباور ودوائر الشحن معاك الصوت قطع عندي الصوت راح قطع عندي ايوه الو الو ايوه تاني رجعت كده عشان انت كنت بتشوف الو سامعينك الو انا جاي طبعا فصلت معايا الموضوع ولا ايه ماشي كمل كمل سامعينك كمل يا احمد ابو وهاب احنا كده سامعينك طب هعمل ريفريش للستريم يارد في ثواني طيب ماشي مفيش اي مشكله كنت بتقول ايه يا باشمهندس علي بتقول لي غير ايه معلش ما كنت سامع اخر حاجه السي 3 دوت على ما اتذكر يعني كان في شبايه هي اللي ماسكه اللي هو سي بار المساعد اللي هو اللي ماسك دايره الشحن ده كان موجود في نص البورده كده فوق جنبه كونكتور بطاريه فوق على الشمال ده على ما اتذكر يعني هو ده بدي غيره هو ده سبب الحوار كله شيله وركب واحد غيره خلاص على كده تمام الو باشمهندس احمد ابو عبد رجع اتفضل يا باشمهندس معاك الميكروفون اتفضل يا هندسه سامعينك يا احمد سامعينك كويس سامعينك يا سامع اي حد قول اي حاجه علي كده انا مش سامع يا عم شغال يا ابو حميد انت عامل ايه سامعينك اتكلم كمل اتكلم انا اقوله خلاص اتكلم تمام طيب هو بالنسبه للباور والشحن طبعا احنا خلال الفتره اللي فاتت شفنا تاثيرات كتير على التاتش بسببهم اولا احنا التاتش مع الشاشات زي التي اف تي اللي كان بيشتغل في سامسونج دايما بيكون عندك فولتيه اللي هي فولتيه التي اس بي تاتش سكرين بوينت ودي غالبا بتيجي معاك دايما كتير من اي سي الباور بدون ما يكون مثلا ليها ريجيليتور معين فكان بيكون في فولتيات قطع على كونكتور الشاشه بفولت تشغيل التاتش عن طريق اي سي الباور اما بالنسبه للشحن فاحنا شفنا موسفيتات او ترانزستورات كانت بتربط في دي دي 1.8 من 10 فولت تاتش سكرين بال5 فولت بتوع الشحن فكان بيكون احد اطراف الترانزستور او الموسفيت بيكون ال5 فولت بتوع الشحن وبيكون الدخل بتاع الترانزستور او احد اطراف الترانزستور بيكون 1.8 من 10 تاتش سكرين وانا نزلت صوره على صفحتي على الفيسبوك تقريبا من 20 يوم على علاقه التاتش بالشحن فممكن ترجع لها وتشوفها تشوف الترانزستور بكل اطرافه وازاي ان فولتيه التاتش تعمل كده او فولتيه الشحن تعمل كده بنلاحظ الموضوع ده امتى بنلاحظ الموضوع دوت لما يبدا التاتش يعمل معانا مشاكل عند وضع الجهاز على الشاحن بيكون هو ده الرابط بتاعنا النقطه ديت بتكون موجوده على كونكتور الشاشه وبيكون اسمها التاتش تي اي والنقطه دي اسمع يا باشمهندس اعتذر لا انا مش هسمع اي حاجه انت قلت له ايه بس طيب خلاص كمل مش سامع كمل قطع خالص كان لازم تقطعه يعني هو كان شغال كنت زي الفل كذا لازم تقطع طيب ماشي احنا في انتظار ان هو يرجع نتمنى ان هو يرجع عشان نقدر نختم البث بتاعنا النهارده ان شاء الله اهو تقريبا داخل للعلم البث بتاعنا النهارده يعني انا حاسس ان هو لذيذ جدا جدا منظم شويه عن المرات اللي فاتت يعني انا حاسس ان البث النهارده منظم كتير عن المرات اللي فاتت يعني دي حقيقة. دي حقيقة. حاجه جدا لذيذ
دي حاجه مش حلو النظام والاسلوب ده بتهالي علي صح نظام الاسلوب ده حلو جميل جدا حلو دي حقيقه دي حقيقة فعلا الشباب احمد عبد الوهاب رجع اهو انا كده المايك شغال وانا عملت له تيست تمام قوي بس انا مش سامع اي حاجه لسه مش سامع اي حاجه اكمل تمام يبقى دايره الشحن ينفع ان هي تاثر معايا على التاتش بس ده هيكون التاثير ده هيكون ملحوظ بالنسبه لي عند وضع التليفون على الشاحن هكتشف ان التاتش فيه مشكله الكلام ده كان بيحصل معانا كتير كان كمان التاتش ممكن يضرب سبعات في ثمانيات ويلعب ويختار حاجات لوحده بمجرد وضعه على الشحن وبتكون السبب في فولتيه في فولتيه الشاحن نفسه تمام اما بالنسبه للباور فطبعا لان في فولتيات خارجه على كونكتور الشاشه بالنسبه لشاشات التي اف تي اللي التاتش بتاعها بيشتغل من الشاشه بتكون خارجه على الكونكتور بتاع الشاشه تخص التاتش سكرين بوينت زي ال 3 فولت تاتش سكرين بوينت و 1.8 من 10 فولت من اجل التاتش خارجين على الكونكتور بتاع شاشه مثلا السامسونج دول جايين من اي سي الباور فطبعا الباور والشحن ممكن ياثروا معايا على التاتش النقط بقى اللي هي ممكن تكون غريبه بالنسبه لبعض الناس انا ليه لما كنت بحطه على الشاحن كان التاتش بيحصل فيه مشكله لدرجه ان في اجهزه ما بتشتغلش اساسا تاتش لما بنغير ليها تاتش كوبي عند وضعها على الشاحن بالنسبه بقى ده بقى سؤال باشمهندس عمر السوني اللي انت بتتكلم فيه اللي هو السوني سي 3 هو زي ما قال باشمهندس علي هو اصلا مشهور بموضوع اي سي الشحن انا ما عنديش مخطط انا ما عنديش مخطط ليه مش عارف سامعني ولا لا السي 3 بس طبعا هو الاجهزه السوني هتتعبك شويه بسبب عدم وجود المخططات مش عارف بقى باشمهندس عمر اتواصل معاك ازاي وانا اصلا الصوت عندي تقريبا مش سامع خالص هبعت لك نصيحه مني يا باشمهندس موضوع اجهزه السوني دي ما تصينهاش لو هي بتاعتك اعملها ماشي لو العميل اوعى ما لا تتعامل فيها صيانه حتى علاقه الشحن بالتاتش روح عند 532 وخد اطراف التاتش اللي موجوده على كونكتور الشاشه وسرش بيها هتلاقي فولتيات جايه من اي سي الباور وهتلاقي منهم مسار اسمه تاتش سكرين بوينت تي اس بي تي اي اندرسكور تي اي خده وسرش بيه هتلاقي نفسك واقف قدام موسفت الموسفت ده الدخل بتاعه هو دخل الشحن في باص و 1.8 من 10 فولت على اطراف الموسفت والخارج بتاعه اللي هو التاتش تي اي اللي رايح للكونكتور فده اللي هياثر معاك عند وضع الشاحن هيحصل مشاكل في التاتش بسبب ان فولتيه الشحن هتعمل مشكله في الخارج نفسه تمام طيب بما ان في مشكله بقى عند الباشمهندس احمد تمام ماشي يا باشمهندس عمر وانا طبعا اتشرفت بالناس النهارده اللي موجوده واتشرفت بحضرتك حتى الحديث شرف كبير وشرفت الباشمهندس علي وطبعا هرجع لللايف تاني انا طبعا بعد ما يبقى خلص عشان اسمع الكلام الجميل دوت وان شاء الله باذن الله نلتقي ان شاء الله في اي حاجه تانية وتحت امركم في اي حاجه حبيبي باشمهندس احمد انا عارف ان انت مش سامعني بس والله العظيم انت نورتنا انت وانت كنت بره انا كنت بقول ان البث المنظم مع الباشمهندس احمد عبد الوهاب من اكتر البث المنظم بس هو اللقطه اللي جت في الاخر ان هو يعني ما عادش سامع معانا هو بيقدر يتكلم بس مش سامع تمام بس الحمد لله الراجل فاد الناس كتير رد على كميه استفسارات كبيره جدا شاكرين جدا ليك يا باشمهندس احمد نورتنا اتمنى الناس تكون بتستفيد من البث معانا ومن سهره السبت مع عمر منيع اخويا علاء فتح اللي على طول منورني باشمهندس احمد ابو وهاب اللي منورني النهارده انتظرونا يوم السبت الجاي في مفاجاه كبيره جدا بوم 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 اشوفكم على خير تمنياتي بالتوفيق للجميع اخوكم عمر منيع نختم بقى سبحانك اللهم وبحمدك لا 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 احمد ابو وهاب لا يعني بعيدا عن اي شيء احمد عبد الوهاب انا بتكلم بالنيابه عنه عشان هو تمام تمام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اشوفكم على خير يا شباب ان شاء الله ان شاء الله يكون ربنا يجعل فيها الاستفاده لنا جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته